مساء الخير واهلا بيكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. سيبك انت، الاهلي اهلي برضه، يعني النهارده فرقه كبيره بتلعب مش مخطوفه ولا مخضوضه من فكره الاستحواذ. طبعا في الدنيا كلها الاستحواذ لازم يكون ايجابي، يعني استحوذ كيفما شئت على كره القدم، المهم في النهايه انك تختتم الاستحواذ ده في الهجمات بايجابيه. فالاهلي ساب الاستحواذ لبيراميدز. انت لو شفت الارقام بتاعت المباراه هتلاقي استحواذ بيراميدز اكتر، ودي الطريقه اللي بيستخدمها دايما تاكيس جونياس، اللي هو بيستحوذ على الكوره وبيحاول ان هو يمسك المباراه من خلال التمرير الكتير والتحركات الكتير والسريعه للاعبين. لكن نهايه الهجمات لنادي بيراميدز النهارده سيئه جدا. الاهلي لعب بمفهوم البطل او فكره ان انت سيبه يستحوذ لكن اخطفه، وده اللي حصل في الجول الاولاني. يعني الجول الاولاني في الدقيقه 18 يمكن دي اول هجمه خطيره للاهلي، كورنر طلع كره عرضيه، طلع طاهر محمد طاهر حطها ولا اجمل، مستغل الحقيقه تمركز غلط من دفاع بيراميدز وحط الكره بدماغه، مستغل كمان تقدم شريف اكرامه خطوه ولا خطوتين معرفش ليه، وحطها له لوب في الزاويه البعيده، راحت الحقيقه في مقتل من طاهر محمد طاهر. وهو تتويج لمجهود طاهر محمد طاهر، في بعض الاحيان بتحس كده ان الكره بتدي لحد تتويج للاعب اللي بيشتغل، لان طاهر بيشتغل بقاله عدد من المباريات الحقيقه زي الجندي المجهول. ناس كتير بتقعد تهاجمه، وناس كتير بتقعد تقول اصاباته كتير، وناس كتير بتقعد تقول ما بيكملش المباراه، وناس كتير بتتكلم كتير عن طاهر محمد طاهر، لكن الحقيقه المباريات الاخيره من اخر 7-8 ماتشات من افضل اللاعبين في النادي الاهلي، فالكره عايزه تديله. فاديت له النهارده فعلا. الاهلي مش عايز اقول انه كسر حاجز، كان في حاجز موجود عند النادي الاهلي اسمه عدم القدره على الفوز على بيراميدز لغايه السنه اللي فاتت، وده حقيقه الارقام بتقول كده. بيراميدز كان بيعرف يكسب الاهلي وبصعب يكسب الزمالك، اللي بتكلم على القطبين الكبار او القوتين العظمتين يعني في الكره المصريه. فانما الاهلي كسر الحاجز لما كسبه في الدوري 3. النهارده لعب بفكره الفرق الكبيره، خد بالك ان مش في كل احيان لما تقفل تبقى بتفهمش او تبقى ضعيف، لكن لما انت تبقى بتلعب قدام فرقه تستحوذ كتير وبتعمل تمرير كتير وبتهاجم كتير وبتضغط عليك كتير لازم تلعب بذكاء. والاهلي لعب بزون ديفنس النهارده 4-3-3، قفل المباراه كويس جدا ولعب على انه يستغل ازاي الكرات الهجمات بتاعته. قدر طاهر يتوج مجهوده الحقيقي كبير في المباراه الاخيره بالهدف، وكمان حسام حسن توج صبره بهدف، حط الكره ارضيه بيمينه من تحت شريف اكرامي، وحسام حسن نزل في توقيت صعبه في الدقيقه 72، في الدقيقه 70، الدقيقه 72 يعني باقي 18 20 دقيقه على نهايه المباراه، بدل محمد شريف، واستلم الكره كويس ووقف عليها كويس وحطها بشكل كويس جدا عشان الاهلي يكسب 2-1. بينالتي في اخر دقيقه خطا من الشناوي استغله عبد الله السعيد وجاب في بينالتي رمضان صبحي احرز الهدف اللي هو بيسموه يعني هدف حسن النهايه، يعني عشان يكسب الاهلي 2-1 ويصعد للدور قبل النهائي يلاقي بتروجيت، والفائز هيقابل الزمالك في المباراه النهائيه لكاس مصر. هقول لكم المواعيد، بس الاول استقبل نجمنا الكابتن ضياء السيد المدرب العام الاسبق لمنتخب مصر. كابتن ضياء مساء الفل. الفل يا كابتن شبان، لحقت تبقى اسبق؟ يعني مفترض تبقى سابق، لكن اسبق دي الايام بتيجي نشوف اتغار جاهزين عليك اهو. احنا احسن من يحط من الارقام القياسيه. انت عارف السابق اللي هو اللي فات، الاسبق اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، فانت بقيت اسبق دلوقتي، قدمت. ده تحتم رقم قياسي في شهرين بقيت الاسبق. انا هكلمك عن ماتش الاهلي وبيراميدز الاول وهتجاوبني اجابتين. انا عاجبني تحليلك جدا، ربنا يخليك. عكس كان كل اللي بيتقال على المنتخب. لا احنا في المنتخب على فكره اشادنا كتير، معلش لا اشادنا كتير وقت كاس الام جدا. انا كنت رافع يعني رايه انت انت حللت 10 على 10. مش شرط ان لما تكون بتلعب فرقه حاسس انها جزء وانت جزء فبتلعب، ده بالعكس ده من الذكاء، بتلعب زون انك تبقى ذكي، ده من الذكاء انك تعمل كده. طبعا ما كانش بيتقال علينا من الذكاء، كان بيتقال علينا احنا بنلعب في لا في كاس الامم يا كابتن. احنا من ماتش كوت ديفوار وقفنا مع احنا بس زعلنا وغضبنا كان في السنغال، كنا حاسين ان احنا نقدر لما كسبنا هنا. ومش عايز اتكلم في اللي فات، هتكلم بعد شويه، مش هسيبك برضه يعني. لا 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 احنا بنتكلم في ماتش الاهلي بس، اللي فات مات. لا ده لسه عايش لغايه النهارده، مات فين؟ ده احنا ما بنموتش حاجه، خد بالك احنا نقعد بص نفطس في الحاجه ونطلع مصارينا طول الوقت.
بقى طول الوقت تفطيط، هو في غير التفطيط؟ والله معاك حق يا كابتن، احنا عايزين نعمل حلقه حلوه نتكلم فيها عن كل حاجه قريب ان شاء الله. ان شاء الله بيضل. انما يا كابتن ضياء انا عايز اسالك السؤال ده عن مباراه النهارده، وتقول لي بعينين عين المتابع والمحلل والخبير في كره القدم، وعين المدرب بتاع منتخب مصر حتى لو كنت اسبق، يعني انت يعني بمعنى اقصد ايه، هتحلل لي سريعا وتقول لي برضو هل في لعيبه يعني لفتت نظرك، يعني ممكن تقول لي ايه، ما هو ده رامي الرابعي اللي احنا جبناه للمنتخب، شوف النهارده عامل ازاي، النهارده من افضل لعيبه الاهلي الماتش ده والماتش اللي فات الحقيقه. رامي بصراحه عامل ثلاث ماتشات كويسين. هايل ده اللي موسيماني كان هيمشيه يعني. عامل ثلاث ماتشات كويسين بصراحه. هو في المجمل انه سامي لعب فكر ولعب زي ما انت قلت بالظبط، انت حللت بصراحه 10 على 10، مش محتاج حد يدخل معاك يقول يعني. لا احنا مش عايزين بس خد بالك احنا سايبينكم تاكلوا عيش. يعني من الاخر الراديو ده واخد الراديو. طب يا جماعه بس الكابتن ده يصله يعني صديق سنين طويله، مش يعني سنين من ايام الابيض، مش عايزين مش عايزين بس على الهوا نفضح الدنيا. اتفضل يا كابتن. فالنادي الاهلي من ساعه ما موسيماني مشي وفي فترات طبعا كلام على المدرب الجديد وكلام على سامي وبيكسب واللعيبه بتأدي وحش وبتكسب بالعافيه، فطبعا تقديرا لكل ده وهو بيلعب فرقه معلهاش ضغوط، فرقه كويسه فيها عناصر كويسه جدا، كلها كويسه مش عناصر، كلها عناصر كويسه طبعا، فيها عناصر خطيره جدا. فهو احترم ده بشكل كويس وضيق المساحات عليهم بشكل كبير جدا. هايل ساب لهم الاستحواذ، ساب الاستحواذ وما حبش ان هو يفتح الملعب بشكل كبير، ودي حاجه مهمه جدا بتقول يا جماعه انه اللي بيدافع بس يدافع كويس. مظبوط. يعني تضيق المساحات وتنزل في نص ملعبك وتلك مظبوط زي ما بيقولوا، يبقى عندك حاجتين مهمين، انك في الزحمه دي تعرف تدافع اللعيبه مظبوط وتخطف الكوره جماعيا كويس وتنقل، عندك عدد من الكرات الهجوميه، عندك حلقه وصل حد يقدر يوصل اللي هو كان قفشه. عمله قفشه النهارده. مظبوط. قفشه عمل مباراه كويسه، معظم بساطه كويسه. مظبوط. عمل الجونين فتحقق المراد للنادي الاهلي. البيراميدز كان قليل الحيله، هتلاقيه ما عامل استحواذ 61 39 يعني كتير، لما تيجي تقول النادي الاهلي معقوله 39، معقوله بس كسب ووصل لنهائي الكاس. مظبوط. لا وكان افضل يا كابتن، مش بس كده كان افضل، يعني اذا كنت اتكلمت على شكل الاداء الفني في الملعب كتاكتكس يعني الاهلي يعني على اعتبار ان بيراميدز ماسك الكرة طول الوقت لكن مش شكلا فقط، شكلا فقط مش عارف يخترق، مش عارف يخلق فرص على الجول، لا تسديد، ما قافلين كويس لعبت النادي الاهلي، ولا في كور خطيره على الشناوي بشكل مباشر، ما فيش ده، فيش غير كره فخر يوسف متيال اللي تسرع فيها دي في نص الجون، دي كانت خطيره شويه يعني، لو كان يعني وقف عليها شويه كان ممكن يعني تفرق معاه، كان يعني انت هتطلع من وسط ال 90 كورتين هي دي كان مظبوط في ماتش مفتوح في المجمل. مظبوط مظبوط هتلاقي عكس كده لو الاهلي فاتح تقصد. بالظبط طبعا، الملعب مفتوح وفيها مساحات، لكن تضييق المساحات ده كانت فكره كويسه من سامي. لعب بقدرات لعيبته وفي النهايه اتحقق له الفوز، ناقص له بتروجيت وبعد كده يوصل للنهائي يعني. طب عايز اقول انه حقق المراد بتكتيك موجود في الكوره. مظبوط. تكتيك الدفاع يا جماعه والله موجود في الكوره والله، وبيكسب فرق كبيره بطولات وبيكسب ماتشات كبيره وكل حاجه. مظبوط. طب كابتن ضيع عندي كام سؤال، يعني انت متفق معايا ان دي افضل مباراه لسامي قمصان من وقت ما مسك المهمه لوحده؟ تفكيرا طبعا. مظبوط كده؟ افضل مباراه تفكيرا. مظبوط. وانسجاما خد بالك مع فرقته. بالظبط بصراحه، حتى تغييراته النهارده مظبوط في مواعيدها وسليمه. ما خافش انه كوكا يلعب في الباك ليفت وهو ولد يعني مبشر بالخير ان شاء الله، لعب وكان راجل في المكان ده، دافع كويس بشكل كويس، عمل تغييرات مؤثره، حسام نزل كافئ سامي على التغيير جاب جول. فعايز اقول انه لا، سامي من احسن المباريات اللي لعبها معاه. احيانا يا كابتن بتبقى علاقه المدرب باللعيب لما يكون باد لك بتفرق، يعني واضح ان سامي قمصان الكابتن سامي يعني بيدفع بحسام حسن وبيقعد معاه كتير الفتره اللي فاتت، واضح في النهارده في الكام كره اللي جم له حسام يعني. هو
طبعا سامي عمل حاجات عكس بيتسو خصوصا في موضوع حسام. من ساعة ما مسك سامي وهو بيتنزل حسام وهو بينزله لحد ما ربنا كرمه النهاردة وجاب جول. دي هتفرق معاه بشكل كبير جدا يعني وتفرق وهتحسب لسامي في النهاية. تمام. الأهلي كسب عن جدارة النهاردة؟ عن جدارة طبعا عن جدارة. طب الأهلي طالع لبتروجيت فاكيد فرصه اقوى، شايفه النهائي هيبقى صعب. اهلي وزمالك هيبقى نهائي قوي جدا واضح يعني. لا هيبقى نهائي قوي طول عمر طالما اهلي وزمالك هيبقى نهائي قوي. تمام. طب كابتن ضياء لو انا سالتك بقى بعين المدرب المنتخب الاسبق هتقول لي ايه مثلا عن طاهر النهارده؟ طاهر بقاله كتير يعني هو في نضج في ادائه بيعمل مجهود بيجري كتير، كميه الجري عنده كويسه. لكن هو دايما الفرود محتاج انه يبقى له علامه، والعلامه دي ما بتبانش قوي ويبين مجهوده غير لما يجيب اجوال او يعمل اجوال او يعمل مظبوط. لكن مزبوط. لا هو مطالب، خد بالك الاجنحه دي دول بيعتبروا فراوده مش اجنحه انه ما يجيبش اجوال. هدافين الدوريات الاوروبيه دلوقتي معظمها يعني صلاح جناح وهداف دوري انجليزي كام سنه يعني. مظبوط. فعايز اقول انه الاجنحه اللي موجوده في النادي الاهلي مطالبه انها تسجل لانها بتتحسب على الفرود. فالمفروض انه النهارده ربنا كمل له الجول من كره ثابته لكن جاب جول فيحسب. الاهتمام بقى في الاجنحه كلها لازم تحرز اهداف عشان مجهوده انه بيروح لقدام وبيدافع بيساعد الباك ده بيطلبه المدرب، لكن في النهايه لازم يسجل. انت لو لسه مستمر في الجهاز الفني للمنتخب كان مين اللي هتكلمه بعد التليفون النهارده تدعمه حتى لو مش معاك في المنتخب يعني؟ هل كنت هتكلم هاني مثلا؟ هاني طبعا بعد بدله هتكلم قفشه. هتكلم قفشه طبعا. اداؤه النهارده كان هايل طبعا، مستوى عالي جدا جدا ما شاء الله. مين تاني مستواه كويس جدا؟ قفشه النهارده كان مسيطر. خد بالك قفشه كان مسيطر في كل التلت الاخير من الملعب بتاع بيراميدز بصراحه، وبساطته سليمه لا وجرأه يا كابتن يروح عايز يستلم هو وروح ياخد دي. خد بالك مش اي لعيب يعمل كده طبعا. لا هو عمل كده رغم انه ابتدى مش في مكانه كجناح يعني لكن هو اتحرك في الملعب كله وكان مفتاح لعب وكان سهل اللعب على زمايله كتير جدا. مفيش حد كان بيتزنق الا ويلاقي قفشه. تمام. مين تاني كان ممكن تكلمه النهارده في التليفون؟ رامي هايل يا كابتن يعني بصراحه. انا ما اعرفش رامي ده يعني ازاي الاهلي كان بيفكر يمشيه او مش الاهلي موسيماني يعني كان ده من الاخبار. خد بالك رامي مطباته في الاصابات كتير فدي بتقلق اي جهاز. بس هو بقاله يعني فتره يعني اموره ماشيه الحمد لله، ربنا يحميه من الاصابات. ما بس هو جسم قوي فيجن عالي الحقيقه وسرعه وبصراحه يعني والتمريرات بتاعته يعني عنده رؤيه هايله جدا في نقل الكوره بصراحه. ربنا يحفظه من الاصابات بس يعني عوض غياب بدر بنون بصراحه يعني. هو بيتلكك يعني خد بالك يقول لك انا واخد عين. طب محمد هاني النهارده هل شايفه انه بدا يرجع نفسيا وتركيزيا؟ لان هاني جزء من تراجع مستواه فكره انه مركز مع الكلام والمدرجات والهتافات والجمهور. هو بص يا شبان انا يعني نرفع معنوياته وكل حاجه بس هو اللعيب عليه دور يعني. طبعا هاني مفيش باك رايت في مصر باك رايت غير هاني يعني اللي هو بالظبط هي شغلته فلازم يبقى احسن من كده. وبعدين حكايه انه كام ماتش بيتغير باك رايت ما فيش باك رايت بيتغير يعني الديفنس ده بيتغير وهو مصاب الا هو مصاب فقط. حد اتطرد بتعمل تغيير اضطراري لازم يهتم بده وهو خامه كويسه لازم يهتم بالحكايه دي ولازم يرفع من مستواه. كل لعيب مسؤول عن نفسه ما يعني حتى لو انت بتدعمه معنويا في النهايه ما تطلعش اللعيب من المعادله. طب ليه الناس مش مبسوطه من عمرو السوليه؟ بص هو عمرو عليه لود كتير جدا، عمرو مصمم انه وجوده في الملعب هو اللي هيرجع مستواه. يعني هو شايف طول الوقت كده. هو طول الوقت من النوع اللي بيعند مع نفسه. ما تيجي تريحه يقول لك لا انا عايز ابقى في نفس الوقت مش هتقدر تريحه في الوقت ده لانه حمدي مصاب. تمام. النادي الاهلي للاسف انه ما فيش غير الثلاثه. طبعا وجود كوكا ده حل جزء كبير جدا، اتمنى كمان وجود محمد محمود. ما هي دي عمليه تجهيز ال 30 لعيب مش التجهيز ال 11 او ال 12 لعيب. النادي الاهلي عنده خمس لعيبه في نص الملعب المفروض ما يفكرش يجيب حد في الحته دي، حمدي والسوليه وديانج واكرم
وكوكا، لا اكرم باكرايت هيرجع لباكرايت وكوكا، والمفروض كمان يخش محمد محمود. تمام. فلو مستوى الجاهزيه ماشي بمعيار واحد مش هتحس بفرق، هتقدر تعمل روتيشن فيهم بشكل يعني انت مش معنى الاهلي يجيب لعيب في الحته لا دي، لا في المكان ده لا. في كان في كلام اتقال عمرو السيسي، في كلام اتقال معاه، انا قلت لك على خمسه. هم دول خمسه. تمام. لو مستوى الجاهزيه والتجهيز عالي في الفتره بتاعت بيتسو ماشي مع الناس اللي ما بتلعبش مع الناس اللي بتلعب، كان يقدر يريح ناس كتير جدا. تمام. طب انا عايز ابقى اخدك لبيراميدز. تمام. كنا متخيلين يعمل مباراه اقوى من كده، ايجابيه اكتر من كده. بص، هو طول الوقت، طول ما ساعه ما بيراميدز يعني بقى موجود في الساحه الكرويه، طول الوقت في الماتشات الكبيره بتستنى منهم انه يعمل حاجه كبيره. طبعا في بعض الماتشات عملوها، كان بيكسب الاهلي، كسب في الاول، لكن في النهايه بيجي عند الماتشات الفرق الكبيره وبيعطى. يعني هتلاقيه مغلوب في الدوري، اللي هي اللمسه الاخيره كده في الكوره، من الاهلي ومن الزمالك، ما اعرفش هي حاله نفسيه ولا تفسيرها ايه دي يا كابتن. يعني خد بالك، ولاعيبه اصحاب خبرات كلها، يعني حتى لا لو لا قلنا لا، خبرات كبيره جدا وبطولات، يعني لعيبه تقيله تخوف في الملعب. مع يعني مش عارف، مش قادر، انا ما اقدرش، مش عايش معاهم، لكن هي دي مشكله، ومشكله واضحه. يعني مفترض مستواهم اعلى من الاداء اللي شفناه ده؟ اعلى بكتير، اعلى بكتير طبعا، اعلى بكتير. ما فيش اختراقات، ما فيش تضييع فرص، ما فيش. انا بتكلم عن الماتشات الكبيره. الماتشات الكبيره دايما عندهم عائق في قصاد الاهلي والزمالك، يعني اهلي والزمالك تحديدا، لان هم بيتحطوا ورا الاهلي والزمالك طول الوقت. يعني نتيجه عادله يا كابتن في رايك؟ عادله جدا جدا. التحكيم لك اي انطباع عليه؟ لا، ما التحكيم ما بتكلمش انا. انت عايز تخش الخناقه اللي دايره؟ لا 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 لا، لا ما اقصدش، لا انا بتكلم فني والله، ما اقصدش، لا مش خناقه. انا عجبني المشهد بتاع اخر ثانيه بتاع الشناوي لما راح للحكم بيقول له بص على الفرس وشدني من الفريق، قال له جول، ده شخط فيه، احنا سمعناها. خد بالك، سمعناها بودنا من الملعب مش من التلفزيون، صوته جيل عندنا يعني. ما هو شخط فيه، قال له مش شغلك ده. هو ده اللي احنا بنعمل حسابهم يعني. ما هزرش. ما بيهزرش يا كابتن. لا لا، ما بيهزرش. وحتى الراجل الاسباني كان رائع، اداؤه جدا رائع رائع. مع ان لجنه الحكام اديته 7.5/10 وقال لك اداؤه متوسط. ما هو لازم يبقى في جدل عندنا. ده اللجنه اللي جايبه لي، ده اللجنه اللي بتقول. مش هدخلك يا عم، انا مش هدخلك في الحته لا دي. اصل سيبها لي. بنتخانق بره 90 دقيقه اكتر ما بنفكر في. لا احنا ما بنتكلمش في 90 دقيقه، ده احنا اول مره اتكلم مع حد كده 5 دقائق. ده على طول. ما انا خد بالك، انا عمال اقصر معاك عشان طب كابتن ضيا، هاخدك بس الحته، ويعني وبصفه ان حضرتك كنت موجود في الجهاز بتاع منتخب مصر، فهسالك. انا عن نفسي اتصدمت في القصه، في رد فعل مستر كارلوس كيروش فيما يخص ال 25,000 دولار. يعني انا كنت شايف اتحاد الكره داخل، او حازم امام كمان، كابتن حازم كان عنده يعني احساس، وكان في كمان تدعيم من السيد وزير الشباب والرياضه، وشايفين ان مستر كيروش مدرب قدير وليه بصمه قويه، وهيقدر ينفذ المشروع اللي بيفكر فيه اتحاد الكره، لدرجه انه من اسباب ان الوزاره اكدت على تدعيم الاتحاد في المدربين الاجانب ان هم يجيبوا كارلوس كيروش. فوجئت برد فعل كيروش بصراحه. يعني انا كنت متخيل ان الامور يعني هتبقى افضل من كده، لكن انا فوجئت برد فعل عنيف جدا منه. سيبك من 25,000 دولار والكلام الصغير ده، بس واضح ان هو مليان مشحون يعني. طب من الاخر؟ بجد من الاخر طلعنا انا من القصه دي، وانا مش عايز اعلق خالص على القصه دي. لا طبعا انا عارف انك انت حبيبي وهتوافق. ما هوافق، بس انا اقصد اقول لك ايه، مش انا مش عايزك تتكلمني في تفاصيل، ولا عايز ادخلك في الديتيلز والله. لا لا، ما عنديش تفاصيل ولا في الديتيلز، ولا عايز بس انا فوجئت ليه. المناخ مهيئ لشكل مختلف لكارلوس كيروش، كنت اقصد كده. يعني الراي العام مهيئ، الدوله حتى مهيئه من خلال السيد الوزير، اتحاد الكره مهيئ تاني انه يتعامل معاه بشكل مختلف، وكمان كان ممكن يديله صلاحيته انه يختار مدير فني منتخب اولمبي معاه، يختار مثلا المدير الفني للاتحاد، زي ما سمعنا الكلام ده، كان هيديله صلاحيه. يعني هم كانوا مهيئين عكس الفتره اللي كان موجود فيها اخر شهرين ثلاثه، يعني كانت الامور بالنسبه له صعبه شويه. ففوجئنا برد فعل عنيف. هل هو يعني 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 ارتبط؟ اصل انا قلت اكيد ارتبط بحد تاني يعني. يعني ما سمعتش انه ارتبط، لكن انا رد الفعل بالنسبه لي كنت متوقعه يا كابتن، رد الفعل ده حتى
لا ما فيش حد متوقع رد الفعل ده يعني خالص، مع ان كان قبلها ما فيش بيوم ولا اتنين كانت كل التسريبات بتقول ان الراجل بيفكر وانه ده يعني 10 ايام وانه بدأ يفتح خطوط، بس فوجئنا في حاجه حصلت يا كابتن مش عارف. احتمال بس انا مش عارفها الحاجه دي بصراحه. طب ما تطلع معايا موزمبيق بكره نروح لبولو في موزمبيق نعرف تعملها انت تعملها والله. بس 25,000 دولار ايه اللي هنقعد نتخانق عليها دي؟ يعني يعني واضح ان هي في حاجه في النفوس لسه. عموما المهم بس ربنا يوفق الاتحاد ويجيب المدرب اللي هيجيبه، وربنا يوفق المنتخب في الفتره اللي جايه، فتره صعبه جدا محتاجه طبعا. محتاجه دعم كبير جدا، لان احنا عندنا ماتشات بقينا في وضع دم تقيل يعني، محتاجين طبعا. نرجع تاني في التصنيف. طب انا من حق اسالك سؤال بعيد عن كارلوس كيروش، طبعا ليه اتحاد الكره بيوحي لنا باستمرار ان هو مصمم على استمرار الكابتن محمد شوقي والكابتن عصام الحضري دون التطرق للكابتن ضياء السيد، مع ان انت المفترض كنت الرجل الاول في المجموعه المدربين المصريين والتاني بعد كارلوس كيروش في الجهاز؟ يعني لا ليه؟ انا حاسبني برتغالي. انا برتغالي لكن ده ما كارلوس ده ضياء انا عايز اقول انه عصام وشوقي لا بعيد عن الامور طبعا ممتازين طبعا ومشروع مدربين طبعا والله بجد هم فعلا ونجوم مشروع. كبار لا مشروع كويس وملتزمين وكل حاجه، بس انا بتكلم في دي يعني ليه ضياء السيد مش مطروح؟ ما انا النهارده ما اكون عايز مدرب عام لما اكون ما هو انت في الاخر راجل خلاص شوقي بقى تصعد اشتغل مع ايهاب فتره قليله يكمل بقى شوقي، هيطلعوا شوقي ويرجعوه ويطلعوا شوقي ويرجعوه، لا شوقي يكملوا شوقي خامه كويسه ممتازه. ما هو موجود وبالتوفيق محمد شوقي موجود، ما كان موجود وانت موجود وحد قال مش موجود يعني خلاص كان على اساس انه طلع درجه كمان بقى بمدرب عام مع ايهاب، مش يعني انا بشوف انه اختيار موفق جدا. انت بتتضايق من الحاجات دي؟ لا طبعا انت عارفني احنا لا انا بتكلم ما انا عارف انا بتكلمش بتتضايق ان انت يعني ان هو مقلله منك او يزوده فيك، مش ده اللي هيقللك ولا ده اللي هيزودك، لكن من ناحيه ان انت عملت مجهود وعملت شغل واشتغلت لا ما هو شهور والناس دي شافت شغلك والناس دي شافت يعني شغل المنتخبات انت بتبقى موجود والاجهزه بتروح وبتتغير، انا اشتغلت 11 سنه في المنتخبات انا فاهم، ففيش مشكله خالص انه اختيار الاتحاد وربنا وفقهم في اختيارهم ما اختارونيش، ما دي ما فيش مشكله يعني بالنسبه لي خالص، ربنا يوفق اللي موجود وندعمه كمان يعني ندعم اللي موجود وندعمه، لان احنا يهمنا منتخب مصر بشكل كويس واللعيبه دي عزيز عليا جدا المجموعه دي كلها فندعمها بشكل كويس يعني. تمام. بيقولوا هيجيبوا مدرب اسمه باولو سوزا برتغالي، عارفه؟ سمعت عنه لكن ما شفتوش مع فرقه يعني، لكن سمعت عنه انه مدرب كويس اكيد حازم دقه كويس جدا هو السي في بتاعه يعني مش واو مش كارلوس كيروش يعني، هل بيفرق السي في يا كابتن مع المنتخبات غير الانديه؟ الخبرات بتفرق، الراجل كيروش كان عنده خبرات عظيمه وانا لما بقول مدرب عظيم انت زعلت واتريقت عليا وقلت يا عم عظيم ايه ده احنا ما شفناش جملتين صح. اقول له يا شباب انا ده انت صاحبي وعارف. لا انا بتكلم على التوصيف مش عليك انت انت على دماغنا. والله بتكلم بامانه والله الراجل مشي اهو، بس بتكلم بامانه والله راجل عنده خبرات كبيره جدا وعنده شغله قاتل يعني. انت شايف ان احنا خسرناه؟ كميه ما فيش في الكوره تقول خسرنا، طالما ما حصلش وفاق خلاص، لكن هو مدرب كبير جدا اشتغل مع منتخبات كتيره ومع انديه كبيره جدا اساميها كبيره، فعنده خبرات كبيره، كميه الشغل بتاعته كبيره جدا، ما بيسيبش ادق التفصيله، فلا انا عن نفسي بقول لك انا استفدت منه حاجات كتيره جدا جدا جديده يعني. قلبك مع الكابتن ايهاب جلال ولا؟ طبعا زعلان عليه ومتضايق للي حصل، دي ابوخ موقف في التاريخ، ما كانش صح ما يصحش جدا الطريقه اللي مشي بيها، وبقول له ايهاب انت مدرب كبير وان شاء الله ربنا يعوضك خير، يمكن ربنا كاتب لك خير، لكن طبعا مع ايهاب طبعا مع ايهاب في انه الموقف مش كويس، ما اعتقدش في حد شاف ان الموقف ده كويس يعني، ما اعتقدش بشهادة حتى اللي كانوا معاه اللي هم منهم عصام الحضري ومحمد شوقي. لا طبعا يعني طبعا مين يعني مين ده حتى مش هتكلم فنيا،
انسانيا يعني ازاي يعني موقف كطريقة صعب. كموقف صعب موقف يعني صعب بشكل كبير يعني. انت عارف ليه كنت بسألك على فكرة محمد شوقي والحضري وان اسم ضياء السر مش مطروح؟ عارف ليه تمام. كنت بتخابس عليك؟ عارف ليه؟ ليه؟ علشان خاطر في أزمة تانية أنا شايفها اسمها المنتخب الأولمبي. يعني أنت عارف إنه دي أزمة كبيرة على فكرة ومحدش جدا واخد باله منها، دي أكتر من أزمة المنتخب الأول. من ساعة ما أنت شلت كابتن شوقي مظبوط فات عليك ست أجندات. مظبوط، كنت سبت شوقي وشلته النهارده. خد بالك كابتن ضياء، عارف ست أجندات مع المنتخب ده كمان بالذات اللي هو لسه ما اتجمعش ولسه ما اخترتش لاعيبته، ده غير المنتخب اللي قبليه. يعني اللي قبليه كان شكله باين وملامحه باينه كان لو ليه تفتكر. ملامح. ده ما فيش خالص، ده أزمة كبيرة جدا لأي مدرب هيجي. وانا بسألك بقى يعني للسبب كمان إن المنتخب ده مش هيتجمع يمكن السنة اللي جاية دي كلها، ما فيش يمكن ثلاث أجندات. خد بالك، وده والمنتخب عنده الأولمبي ما بيتجمعش غير في الأجندة. يعني مش مظبوط، هتقدر مثلا تاخدهم وتقول اعمل لهم معسكر كده لوحديهم، ما ما ينفعش. ينفعش، بيلعبوا في الدوري. مظبوط، انت واخد بالك. وفي تصفيات السنه دي المفروض، وفي تصفيات في 11 يعني انت تقريبا، بتتكلم في حاجه. فالامور هتبقى صعبه جدا جدا على اي مدرب يعني بصراحه. انا عشان كده بسالك، هل الاصلح اجنبي؟ يعني احنا اجنبي يجي يضيف ويفيد ماشي، لكن الفكره نفسها وانه اللي جاي هو المدرب الاجنبي هيجد صعوبه في التجميع، وان القوام مش معروف لسه غير المنتخب الاول. هيجد صعوبه كبيره جدا، لازم حد يكون عارف اللعيبه. انا قلت لو كان شوقي هيمشي يستنى معتمد او يستنى وائل رياض حد يجمع او يكمل، انا ما اعرفش مشي ليه اصلا، او كان يكمل شوقي. انا ما اعرف، ما فيش سبب يعني. واخد بالك، وعادي ما همشي بعد شهر كان كنت يعني، بس كان تفكير متسرع شوي. انا ده سؤالي بقى، انت لو عرض عليك كراجل موضوع صعب جدا، صعب يعني، صعب. تجربة بالنسبة لك هتبقى صعبة يعني، مغامرة صعبة، مغامرة صعبة جدا، ولا حد هيرحم حد. ياه، يعني انت لو اتعرض عليك يا كابتن هتقعد تفكر الاول؟ لا طبعا، الموضوع صعب جدا، لانه اصل انا في المطبخ وعارف الاجندات عاملة ازاي واللعيبة عاملة ازاي واللعيب ده فين واللعيب ده ايه، فعارف. المشكلة في التجميع ولعب المباريات. المشكلة انت عارف المنتخبات الصغيرة اكتر حاجة بتوقفها على رجليها الماتشات الودية. يعني انا المنتخب الشباب اللي كان معايا بتاع صلاح ده لعبوا كل لعيب لما مش اقل من 50 ماتش دولي لعبوا، تمام، في اوروبا وفي افريقيا وفي اسيا، لفوا كل حتة. انت واخد بالك، فالاعداد ده وعين المنتخب. خد بالك المنتخب الاول ده ما هو المنتخب الاولمبي اللي كان مع شوقي. مظبوط، المنتخبات الصغيره دي هي اللي بتسلم صح الكبير. انت بتتكلم اكرم توفيق، احمد فتوح، مصطفى محمد، هي محمد اللي عبد المنعم، الكبير. كل دي لعيبه كانت موجوده. المنتخب اللي قبليه كان النني وصلاح وحجازي والشناوي وعمر جابر صح دول. صح المنتخب صح ده مهم تكوينه وتجميعه. لا يعني انت لو عرض عليك هتقعد تفكر 100 مره ممكن تقول طبعا لا في الاخر؟ موضوع صعب جدا. لا يعني انت كده بتعذر بقى كابتن خالد جلال، كابتن علي ماهر، كابتن لا احمد طبعا سامي. طبعا كل دول بعذرهم، بغض النظر عن الكلام الناس اللي طلعت. سيبك من الفلوس والمرتبات والمرتبات والكلام فاضي طبعا، لكن المهمه الفنيه نفسها قاتله. المهمه الفنيه هتبقى صعبه جدا جدا، ويعني هتبقى طب مين صعب. يدفع الثمن ده يا كابتن؟ التاخير في تكوين المنتخب كان صعب جدا. معرفش ملفات غلط. كانت كتيرة، التأخير صعب. والحمد لله الملفات كتير، ده أنا معاك، لكن ولا ملف اتحل. أنا بشكرك جدا، خد بالك أنا ماشي معاك ناعم جدا أهو. ما هو أنت بسكوتة يعني. بسكوتة، من أيام لما تدوس. فين أيام مودرن؟ فين أيام مودرن؟ فاكر. ما كنت بتحط الصورة على الكرسي، ماشي. كابتن ضياء انا سعيد جدا بالمداخله بتاعتك واسرتنا يعني في الكلام بصراحه. اهلا بيك كالعاده يعني، ونلتقي على الهواء قريب ان شاء الله باذن الله. ضروري ان شاء الله يا كابتن ضياء. ان شاء الله بالتوفيق. بشكرك كابتن ضياء السيد المدرب العام الاسبق لمنتخب مصر على هذه المداخله. خلينا نطلع فاصل بسرعه، بعد الفاصل هنتابع تقرير عن كارلوس كيروش، وبعد كده هعرض لكم الرسائل والحواديت وخناقته مع وليد العطار، يعني اختزلنا القصه كلها في 25,000 دولار، ودي حاجه من النوادر الحقيقه اللي احنا بننفرد بيها حتى مع المدربين. يعني احنا وصلنا ما اعرفش ايه اللي في الكواليس، يعني واضح ان في حاجه في الكواليس لدرجه ان احنا وصلنا كارلوس كيروش، واحد من افضل المدربين، واحد من اغنى المدربين، واحد من يعني بص برنس يعني،
ان يخش معانا خناقه عشان 25,000 دولار. فاصل بعدها التقارير ونرجع نتواصل. طبعا احنا عندنا دلوقتي ترشيحات كتير لمدربين، يعني عندنا المنتخب عايز مدرب، الاهلي عايز مدرب. النهارده الصحف في البرتغال فاجئتنا كلنا، بنعرف من بره الاهلي مكتم جدا، بس مش هيكتم على الصحافه البرتغاليه. يعني كتبت انه ريكاردو سواريز او سواريش بالبرتغالي يعني خلاص على اعتاب تدريب النادي الاهلي المصري، ده في البرتغال قالوا كده. على طول حصل ردود افعال، والنادي بتاع اسمه جيل فيسنتي ده كان الخامس في الدوري البرتغالي، وعلى طول وجبنا معلومات عنه. يعني ادي بولا الجريده البرتغاليه الصحيفه بتقول انه خلاص يعني ماشي الراجل ورايح على النادي الاهلي او تلقى عرض من النادي الاهلي. من هو ريكاردو سواريز المرشح الجديد لتدريب النادي الاهلي؟ جريده الوطن عملت كده ارقام عنه، قالت ان هو عنده 47 سنة عمره، درب 13 نادي، يعني في عنده 47 سنة صغير لسه، درب 13 نادي، عدد كبير جدا من الاندية. هاتونا الارقام يا جماعة بتاعته. كمان قالوا ان دي الحالي طبعا جيل فيسنتي، ارقامه في الدوري البرتغالي هذا الموسم لعب 34 مباراة في الدوري البرتغالي، فاز في 13 مباراة منهم، اتعادل في 12 مباراة منهم، خسر 9 مباريات. دي الأرقام بتاعته اللي عملتها لنا جريدة الوطن في هذا الموسم، ويعني تأهل لأنه يلعب في دوري المؤتمر الأوروبي، ده بطولة المؤتمر الأوروبي، دي البطولة الثالثة بعد اللي هي زي عندنا كده دوري الأبطال والكونفدرالية، هم عندهم برضو بطولة الدوري الأبطال وعندهم كأس الاتحاد، ودي البطولة الثالثة بتاعتهم دوري المؤتمر. اخر نتائجه كان خسر 5-0 في الدوري، ويعني مش نادي كبير في البرتغال الحقيقه، ودرب عدد كبير من الانديه وانديه صغيره في البرتغال. الناس بتقول ان هو خلاص اقترب بنسبه الاهلي، ما علقش خالص النهارده نهائي على هذا الموضوع، وده بيصب في صالح انه فعلا ده الخبر السليم. وعلى فكره اسمه مش كبير، وهنلاقي ناس كتير هتقول كده، وعلى فكره اتقال كده على فايلر، والناس اتريقت، مش بس قالت كده على فايلر، ده الناس اتريقت على فايلر لدرجه قال لك ان الاهلي يعني اشترى الترماي، واللي طلع قال ده احنا فوضناه بفلوس اقل من كده بكتير، واللي طلع قال انه مدرب متواضع، وحتى قال تجربه فايلر معلمه جدا مع الناس مع النادي الاهلي، لدرجه انه كتير بشايفين انه شغل فايلر هو اللي سند موسيماني في بدايه طريقه مع النادي الاهلي وتجهيز الفرقه. كمان ده حتى لدرجه انه تشكيل الجهاز الفني في ناس كتبته، يعني واضح ان في تسريبات جوه النادي ان سواريز هيبقى مدير فني ريكاردو سواريز، وبيتقال انه مانويل جوزيه من الناس اللي استشيروا في هذا الامر، واكد على انه اختيار مناسب، والاهلي بيبحث عن مدرب عنده طموح، يعني صغار في السن بيدعم المشروع الاهلي في الدفع بلاعبين صغار السن في الفتره الجايه، بجانب ان عنده طموح انه يحقق بطولات ويخترق المنطقه بتاعتنا منطقه الشرق الاوسط من خلال النادي الاهلي من اكبر الانديه اللي موجوده في المنطقه ويحقق معاهم البطولات. ريكاردو سواريز مدير فني، مدرب مساعد اسمه الكسندر دو سانتوس، طبعا الناس جايبه المعلومات دي اكيد من الجهاز بتاعه اللي موجود في البرتغال. بتتكلم مدرب مساعد تاني راؤول فاريا، مدرب مساعد معاه برضو الكابتن سامي قمصان، مدرب احمال اسمه ريكاردو ديونيسيو، مدرب حراس ميشيل يانكن هيكمل في تدريب حراسة المرمى، محلل اداء بيدرو ميدونسا، ومدير الكرة طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ. ده التشكيل بتاع الجهاز الفني للنادي الاهلي وفق اللي نشر في الفترة الاخيرة. النادي بتاعه عمل تصريح من خلال المسؤول الاعلامي اسمه ميجيل بريرا، اتكلم وقال ان ريكاردو سواريز، تصريح على لسانه اهو في يلا كره نشرته، ريكاردو او تواصلت معاه، ده المسؤول الاعلامي قال ان ريكاردو سواريز مرتبط بعقد حتى نهايه موسم 2022 2023، يعني لغايه السنه الجايه نهايه الموسم الجاي، ولم يتواصل احد معنا للحصول على خدماته، والمدرب لم يخطرنا بشيء. ده كلام طبعا اللي عرفناه انه عنده شرط جزائي 250,000 يورو، فاكيد ده تمهيد لفكره الحصول على الشرط الجزائي، هيدفعه النادي الاهلي، هل هو هيدفعه هو الراجل المدرب، كل ده هيبان خلال الفتره الجايه. وبتقال ان هو جاي بجهازه بقيمه 120,000 يورو او دولار كامله او شامله الضرايب، يعني صافي، يعني 120,000 دولار هو والجهاز بتاعه. ده بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي. لفت نظري حاجتين، عايز اروح الاول ل
الخبر اللي نشرته القناة العربية السعودية، قناة إخبارية طبعا عظيمة جدا وكبيرة جدا، على الموقع بتاعها، وقالت ان الاهلي يطلب 100 مليون جنيه تعويض لخسارته امام بطل المغرب. ده قدامنا اهو الخبر ده على موقع العربية مصر، الاهلي يطلب 100 مليون جنيه تعويض لخسارته امام بطل المغرب. طبعا الاهلي على التون جدا في القصه بتاعت الفاينل، ودخل في خناقه قويه جدا مع اتحاد الكوره، وبسببها تحرك السيد وزير الشباب والرياضه وراحت لجنه وادانت الاتحاد وقالت نصا ان مؤاخفه الخطابات، ومن ضمن التوصيات اللي حطتها ان لازم الامور الورقيه تسير بشكل مختلف عن ما هي تسير عليه في اتحاد الكوره. والمدهش اللي طلع الكابتن محمد بركات اللي هو عضو مجلس اداره الاتحاد، ومدهش في ايه؟ انه اعتراف صريح. هل الاعتراف ده ممكن يؤخذ بيه اذا الاهلي لجأ المحكمه الرياضيه؟ يعني هل المحكمه الرياضيه ممكن تخش في اصداف الاخر صراع فني بقى، تعتبره صراع اداري؟ معرفش. هل الاهلي هيلجأ لمحكمه رياضيه سواء هنا مركز التسويات او يروح بره المحكمه الرياضيه او يروح القضاء العادي؟ انا معرفش. الاهلي بيقول لك ان هم شايفين ان خسارتهم الماليه، طبعا الخساره الفنيه والتقديريه انك تبقى بطل الدوري ابطال افريقيا ثالث مره على التوالي، لاول مره في التاريخ لاي نادي، وللمره ال11 بتحطيم ارقامك القياسيه الاهلي البطل 10 مرات، مفيش حد قرب حتى من بالعافيه نص الرقم ده، انك توصل لل11 ده كل ده يعني لا يقدر بمال. انت بتتكلم في حاجه الحقيقه هتبقى تاريخيه للنادي الاهلي، او مواصل او تواصل للانجازات والارقام القياسيه التاريخيه للنادي الاهلي. لكن الاهلي شايف انه خسر على الاقل 100 مليون جنيه. انت بتتكلم عن فرق المكافاه او الجائزه الماليه بتاعت المركز الاول والثاني، بتتكلم اذا كسبت تروح تلعب السوبر الافريقي 300,000 دولار، بتروح تلعب كاس عالم للانديه بتبدا ب 1.5 مليون دولار بتاخدهم من الفيفا للاستعدادات، وبعدين اذا وصلت للبرونز زي المرتين اللي فاتوا بترفع الجوائز بتاعتك 2 ولا حاجة مليون دولار، بجانب اللعيبه اللي انت بتشتريها عشان تنافس اللي زي ميكسيوني والناس دي، ان انت تنافس يعني على بطولات افريقيا وتكسب البطولات. فالاهلي قيم وقدر القيمة بتاعت الخسارة 100 مليون جنيه. الكلام ده لما يترمي للرأي العام، هل الأهلي هيصير في خط جديد علينا؟ يعني المخطئ يتحاسب؟ طلع الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة، وهو الحقيقة من ضغط النفس اللي عليه، من الهجوم اللي عليه من جمهور النادي الأهلي كراجل لعب في النادي الأهلي وحقق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي، فالناس حاسبينه على النادي الأهلي، لو جمهور الأهلي، إنه إزاي يحصل ده في وجود محمد بركات؟ في وجود حد زي خالد الدرندالي كان امين صندوق النادي الاهلي، لكن بركات بصفته نجم كره قدم فهو اللي خد الهجوم الاكتر يعني. فالضغط اللي عليه خلاه يطلع يقول انا بعترف ان في تقصير في اتحاد الكوره، وان الخطاب منع، واقسم على الهوا ان الجواب ما يعرفوش عنه حاجه الخطاب، وان هيتم حساب جدا، وانهم غيروا الشكل الاداري الورقي في الاتحاد، وان الصادر والوارد اللي بيجي الخطابات بتجي لهم دلوقتي على الواتساب، اي ورقه بتيجي الاتحاد بتجي لهم على الواتساب عشان يظبطوا الدنيا وكل الكلام ده. هل الاهلي هياخد هذا الاعتراف بجانب التقرير بتاع اللجنه بتاعت الشباب والرياضه ويلجا لحاجه جديده للمحكمه؟ ما اعرفش يعني. ده اللي بتقوله الحقيقه صحيفه او الموقع بتاع العربيه، قناه العربيه. وبهذه المناسبه الاتحاد الافريقي نفسه اعترف بخطا، وده اللي قاله متسيب النهارده. عندنا خبر لمتسيب النهارده في تصريحات ليه، اتكلم كتير واتكلم ان الكابتن الخطيب كان عنده حق في غضبه او زعله لما بان عليه في الفاينل، ولما قال نوت فير للراجل الرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي لما الاهلي خسر من الوداد في المباراه النهائيه 2-0. والحقيقه قال ان الكابتن الخطيب عنده حق، وان هو معترف ان كان في خطا، لكن هو احترم شرعيه اللائحه اللي موجوده، وانه مقتنع من يشوف التصريح بتاع متسبي، ان هو مقتنع انه فعلا الفاينل من مباراه واحده غلط. اهو بيقول لك اقامه المباراه النهائيه من مباراه واحده شيء ورثته ولم افرضه في ولايتي لكاف. هو الراجل جه لقى الفاينل من ماتش واحد، وسيتم العوده من جديد لنظام اقامه النهائي بنظام الذهاب والاياب من مباراتين. ده اعتراف رسمي وواضح بان الاحداث اللي حصلت في المباراه النهائيه الاخيره بين الاهلي والوداد كانت كلها احداث خاطئه، لدرجه ان الاتحاد الافريقي غير من نظامه وعاد تاني لنظامه القديم اللي هو من مباراتين. فبرضه الاهلي يستغل الفكره دي ويعمل كده. كان في رد فعل من موسيماني، عمل تويته خلينا نشوفها، لانه موسيماني عنده احساس ان كانت ممكن البطوله تبقى في ايديه. انا عايز اقول لكم ان موسيماني هو متارجت نفسه انه هيمشي في الفتره دي الحقيقه، يعني هو من جواه عنده احساس. هتقولي تويته موسيماني كده يا جماعه، عنده احساس ان هو
طب انا مش شايف يا جماعه حد هو علق على القصه ده. هو كان شايف انه حتى كسب خسر هيمشي، بس هو كان عايز يمشي من الباب العاجي الكبير جدا وكسبان 3 دوري ابطال افريقيا. ده كان هيبقى اسطوره زي كابتن حسن شحاته كده، اسطوره التدريب في افريقيا على مدار تاريخه، لانه المدرب الوحيد اللي كسب كاس امم افريقيا 3 مرات ورا بعض 2006 و2008 و2010، اسطوره تدريبيه فاخره يعني. فكان موسيماني هيبقى كده، يبقى كسبان 3 دوري ابطال افريقيا ورا بعض، دي حاجه تعتبر تاريخيه بالنسبه له. علق على الكلام بتاع موتسيبي وقال انه كتب تغريده في على تويتر اهو بسرعه الترجمه بتاعتها: جزء من اللعبه يتقدم وانتم كذلك. كان الاتحاد الافريقي من اسعد اللحظات في الحياه عندما تجد الشجاعه لتتخلى عن ما لا يمكنك تغييره. لقد كان مؤلما للغايه لانه كان من الممكن صنع التاريخ. تلك الصوره تقول الكثير من المشاعر. طبعا بعد قرار، يعني هو بيتكلم على اعتراف الاتحاد الافريقي بالخطا لدرجه ان هو اعاد من جديد فكره البطوله تبقى الفاينل من مباراتين، وده الحقيقه حاجه كانت صعبه جدا. عايز اروح تاني لكارلوس كيروش اوريكم بسرعه اللي عمله النهارده. يعني هو بعد تاني واتكلم في ال 25 كلام بصراحه مش عاجبني نهائي. وبعدين كل حاجه وليد العطار، انا بدات احس يا جماعه ان وليد ده مازنجر. يعني اذا كان كل حاجه وليد العطار، وليد الجواب اللي اختفى وليد العطار، جواب الزمالك حتى لما اتاخر وليد العطار، كارلوس كيروش وليد العطار، اللي كان بيعزمه حتى على عشاء لما كارلوس كيروش من يومين عمل برضه وليد العطار. وانا ما اعرفش كارلوس كيروش متواصل مع الصحفيين في جروب مثلا عامله للصحفيين، لان كل الناس بتكتب نفس الكلام بنفس الصياغه، ولا في حد متواصل الوكيل مش عارف الوكيل بتاعه. يعني قولوا لي يا جماعه في الاربيس لو انتوا عندكم معلومه، يعني هو الراجل مش عارف هل في جروب للصحفيين كلهم؟ يعني انا مش عارف هو بيبعت ايميلات يعني لكل الصحفيين على الواتساب؟ يعني هو عنده ارقام الصحفيين؟ يعني هو بيبعت لكل الصحفيين بيقولوا لي اللي كانوا بيبعتوا له، خد ارقامهم كلها وبيبعت لكل الصحفيين رايه. النهارده عمل فيديو جابه، هو راجل مش سهل يعني، منظم جدا. ما اعرفش الفيديو ده وريه لنا كده لو موجود للزحمه. قال لك انه ده توثيق اهو، ده توثيق للزحام اللي هو بسببه تاخر عن الواد اللي هو قدام العربيه السوداء ده، تحس انه مصري. شوف عمال يحشر نفسه ازاي، احنا بنعمل كده على كوبري اكتوبر نفس الشكل ده كده، تخش في النص بين العربيات. فهو عمل ده وقال لك انه بص العربيه السوداء دي الكاف، هي مكتوب عليها كاف من ورا عشان خاطر يثبت. وده الباص طبعا بتاع المنتخب المصري اللي هو ما كانش قادر او ما كانش عارف نتيجه الزحام الرهيب اللي احنا شايفينه ده، انه يتجه للمؤتمر الصحفي في موعده. بيقول اهو يعني، وعلى فكره قال انه كل الناس حتى اتحاد الكوره عمل بيان على صفحته وقتها، وقال انه هو ونشر حتى صوره البيان على صفحه اتحاد الكوره بعتها للصحفيين، وقال انه الغلط من اللجنه المنظمه مش مننا ومن الزحام اللي موجود، فانا ماليش ذنب في ال 25,000 دولار. طب هو السؤال حتى لو يعني، وبعدين ايه قال لك اثق في استعاده حقي عن طريق اللواء حلمي مشهور تحديدا، واضح ان علاقته لا تزال قويه جدا باللواء حلمي مشهور. قال: هؤلاء المتواجدون في اتحاد الكره اتخذوا قرار غير عادل بخصوص مستحقاتي، واثق انه سيتم انتقاد ذلك القرار، واتحاد الكره المصري اشرف من كل ما يحدث. وقال انه يواثق انه هيستعيد حقه من خلال اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الاداره فيما يخص ازمه ال 25,000 دولار. لكن ده سيبك من كل يعني ايه التفاصيل دي، لان هي في الاخر تفاصيل صغيره، لكن هي تعني انه كارلوس كيروش يغلق صفحه المنتخب المصري نهائيا، بيقفلها تماما. عندي كام خبر كده بسرعه عايز الاول انا عايز اوريكم بس مؤمن زكريا، كابتن مؤمن زكريا. شركة تذكرتي عملت حاجة يعني أنا عايز أشيد بيها الحقيقة. تذكرتي ومن هم خلف شركة تذكرتي والناس دي لما بتعمل إجراء زي ده وتعين الكابتن مؤمن زكريا كراجل زي مستشار كده للشركة سواء فني بقى، دي حاجة عظيمة جدا، لأن هي فيها تقدير لمؤمن زكريا وتقدير لظروف مؤمن زكريا كنجم مهم جدا ونجم سابق للكرة المصرية وللنادي الأهلي، وإن ظروف المرض هي اللي أقعدته السنتين 3 اللي فاتوا. لكن النهارده أعلن عن تعيين مؤمن زكريا، وشفت له صورة على فكرة في الساحل الشمالي مع هشام يكن،
وقاعد في الساحل الشمالي كده كنت مبسوط جدا والله. لكن شركه تذكره النهارده اهو ده مع الناس في الشركه، وبعد ما تم الاتفاق معاه ان يبقى مستشار لشركه تذكرتي. والشركه دي على فكره بتقوم بمجهود ضخم جدا، والشركه دي هي اللي زي ما تقول كده الجندي المجهول بتاع الجمهور. يعني فكره عوده الجماهير لما بنيجي نتكلم في عوده الجمهور يبقى 2000 وبعدين 5000 وبعدين عايزينهم 10000 وبعد بدايه الموسم عايزين الجمهور يبقى مالي الملعب. الشركه دي هي كلمه السر، لان كل اتفاقات التذاكر وحجوزات التذاكر على الانترنت والتسهيلات اللي بتتم وكل الاجراءات المعلوماتيه وكل حاجه بتتم والنظام والسيستم اللي بتحط من خلال هذه الشركه طبعا اللي تستحق الشكر على قرارها بتعيين الكابتن مؤمن زكريا. اشرف بن شرقي عمل تويته لطيفه جدا، قال لك لكم مكانه خاصه في انا عارف ان في ناس ممكن تكون من امبارح بتتكلم في الموضوع ده، انا شايفها امبارح يعني، لكم مكانه خاصه في قلبي والله شاهد على ما اقول. ما هو يعني انت لما تروح مكان وتتنجم وتخش منتخب بحجم منتخب المغرب وتبقى نجم النجوم وراجل جماهيري بهذا الشكل والوطن العربي كله عارفك والدنيا كلها عرفتك، من لازم تعتز بالمكان وتعتز بجمهور المكان طبعا، لكن ماذا تقدم لهذا الاعتزاز وهذه المكانه؟ ولا حاجه. خدت ثمن الكلام ده، مش عايز على فكره ابقى كده وكاني بقلل من مشاعره، لا يعني مشاعره تحترم، لكن نادي الزمالك الذي قدم لك كل هذا الدعم والشهرة والشغل، هو أدى الحقيقة أشرف بن شرقي برضه يعني اجتهد وأدى واشتغل وتعب وكان واحد من أبرز إن لم يكن الأبرز الآن في ناحية الجناح الأيسر في الكرة المصرية يعني، لكن الزمالك يحتاج لاستمرار أشرف بن شرقي والاختلافات مالية، وأنا قلت أشرف بن شرقي قبل كده أنت عندك كأس عالم، لكن واضح إنه مسنطر نفسه إن خلال ساعات يعني ممكن نكتشف إن أشرف بن شرقي مش موجود، وده تمهيد لأنه مش هيبقى موجود خلال الفترة القادمة. امبارح أثيرت قصة النادي الإسماعيلي، يا سلام على النادي الإسماعيلي. يعني أنا نفسي يكون في اهتمام داخل النادي بفرقة الكورة ورفع شأن فرقة الكورة قد الاهتمام بالاحتجاج على كل حاجة. يعني أنا شفت ده البيان بتاع النادي الإسماعيلي بيعلن انسحابه من كأس مصر، ليه؟ قال لك القرعة موجهة. أصل الزمالك هيقابل الإسماعيلي في دور ال 16. ماشي. أنت كنت عايز تقابل مين؟ يعني أنا هو الإسماعيلي أهو. أدي قدام القرعة أهي. المقاولين مع الجونة. سموها مع كفر الشيخ، طلع الجيش مع منتخب السويس، بيراميدز مع سيراميكا، المصري مع ايسترن كامباني، الانبي مع البنك الاهلي، الاهلي مع مصر المقصه، والزمالك مع الاسماعيلي. ماشي. الاهلي هيقابل المقصه، طبعا دخل والكلام كله شمال في الاهلي، مش عارف ليه اللي دخل الاهلي في جمله. يعني انت معترض على القرعه، ماشي. معترض على الـ فكره التوجيه، مع ان الكابتن عامر حسين طلع قال ده مش توجيه، ده تصنيف. وفي فرق بين التوجيه ان انا اوجه نادي بعينه او اصنف، بدليل ان السنه دي الاهلي بيلعب بيراميدز، الزمالك كان طريقه اسهل وعادي يعني بتحصل يعني. لكن انا ما اعرفش ليه الاهلي هو اللي في جمل مفيده. يعني ليه اقول ايه؟ هو الاهلي على راسه ريشه. طب انت عايز تنسحب من الكاس يا عم انت حر. معترض على القرعه وشكلها انت حر، لكن انك تحط الاهلي تذكره في جمل مفيده او الزمالك في جمل مفيده او اي نادي يعني. يعني أي نادي داخل معترض على شيء يدخل نادي تاني ليه؟ طب والأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية، إيه اللي دخل الموضوع ده في الموضوع ده؟ يعني إيه اللي دخل المنصورة في أسيوط؟ دي طريق ودي طريق. يعني أنت بتتكلم في كأس مصر، فشفت مداخلات إمبارح مع ناس في الإسماعيلي، مش عايز أكرر الكلام، لكن قال لك هو ليه الأهلي ما جاش يلعب في الإسماعيلي؟ وليه الأهلي على راسه ريش؟ طب وإشمعنى الأهلي ما الأهلي هيلعب المقصة؟ يعني مش فاهم. والكسبان من الأهلي والمقصة هيقابل الكسبان من المقاولين والجونه، والكسبان من الزمالك والاسماعيلي هيقابل الكسبان من المصري وايسترن كامباني، والكسبان من بيراميدز وسيراميكا هيقابل الكسبان من انبي والبنك الاهلي، وبعدين الكسبان من الماتشين دول مع الكسبان الماتشين دول، يعني الزمالك في طريق الاسماعيلي والمصري وايسترن كامباني وبيراميدز وسيراميكا وانبي والبنك الاهلي، ده في طريق الزمالك والاسماعيلي. الاهلي في طريق المقصه، والكسبان هيلعب الكسبان من المقاولين والجونه، وبعدين طلع الجيش مع السويس،
هيلعبوا بعض، والكسبان هيلاعب الكسبان من سموحه وكفر الشيخ، وده طريق الاهلي وده طريق الزمالك وده طريق الاسماعيلي وده طريق المقاولين او طلائع الجيش والكلام ده. هو عشان الناحيه الثانيه بتاعت الاهلي فيها منتخب السويس وفيها ايه كفر الشيخ، وزي ما قال كده الحاج عامر حسين لو كان فاركو فيوتشر كسبه ما كانتش الناس اتكلمت، بس المشكله ان فاركو فيوتشر خسروا من الفرق بتاعت الدرجه الثانيه دي اللي طلعت دور ال 16 في كاس مصر، وكانت مفاجاه دور ال 32، لكن كانت الناس حست بالبالانس يعني ان في توازن، لكن دي في الاخر قرعه يعني انا والله العظيم احنا قدامنا اهو الطريق الى ده عاملاه شركه بريزنتيشن اللي هي الراعي بتاعت اتحاد الكوره، الزمالك مع الاسماعيلي والمصري مع ايسترن، الكسبان هيلاعبوا بعض، انبي مع البنك الاهلي وبيراميدز مع انا مش شايف وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، وبعدين الكسبان من هنا هيلعب الكسبان من هنا، هنا الاهلي مع مصر المقاصه، المقاولين العرب مع الجونه، الكسبان هنا هيلعب الكسبان من هنا، طلائع الجيش مع السويس وسموحه مع كفر الشيخ. ممكن انا اتوقع الاهلي بنسبه كبيره هيكسب مصر المقاصه، والمقاولين والجونه يعني الاثنين قريبين من بعض، ممكن المقاولين يكسب، الاهلي هيلعب المقاولين بعد كده في دور الثمانيه، طلائع الجيش هيكسب منتخب السويس وفق الشكل الفني، ممكن تحصل مفاجات طبعا، وسموحه هيكسب كفر الشيخ، يعني طلائع الجيش هيلعب سموحه، الكسبان منهم هيلاعب الاهلي برضه ماتش مش سهل. هل الزمالك الاسماعيلي داخل مستسلم؟ ده اذا لعب الاسماعيلي اعلن انسحابه يعني. والمصري مع اسن كامباني المصري اقرب للفوز، يعني الزمالك هيلاعب المصري ده وفق انسحاب الاسماعيلي. وانبي مع البنك الاهلي ماتش صعب للفرقتين، معرفش مين ممكن يصعد. بيراميدز مع سيراميكا برضه معرفش مين يصعد، لكن في الاخر يعني عادي يعني. دي قرعه كاس مصر يا جماعه، مش عايز اتكلم بقى. الواحد زهق من كتر ما هو بيخش في موضوعات صغيره جدا، يعني الاسماعيلي حجمه اكبر من الكلام الصغير ده بجد يعني ده كلام الحقيقه انا بعتبره كلام صغير جدا على قيمه وقدر النادي الاسماعيلي. العب مع اي حد انت الاسماعيلي، يعني بما ان انت بتقول اسماعيلي بالقيمه بالتاريخ بالبتاع، وانتوا ظالمنا ومش عاملين حساب للاسماعيلي صاحب، طب ما تلعب اي حد واكسب اي حد ودغدغ اي حد لو انت حابب يعني. بالمناسبه اعلنوا مواعيد الماتشات بتاعه كاس مصر في دور ال 16، المقاولين العرب مع الجونه هيبقى الساعه 8 يوم الجمعه 1 يوليو، 5 يوليو سموحه مع كفر الشيخ، 6 يوليو طلائع الجيش مع منتخب السويس وبيراميدز مع سيراميكا، 7 يوليو المصري مع إستن كامباني، 12 اغسطس انبي مع البنك الاهلي، 14 اغسطس الاهلي مع مصر المقاصه، 15 اغسطس الزمالك مع النادي الاسماعيلي. ده كاس مصر الايه؟ الجديد. كاس مصر القديم هدور لكم عليه، كان قدامي دلوقتي عشان اقول لكم مواعيده المتبقيه. الاهلي كسب النهارده بيراميدز، والزمالك كسب قبل كده اسوان 2-1، والاهلي كسب بيراميدز برضو 2-1 في دور الثمانيه، والزمالك كسب اسوان سيمي فاينل 2-1. الزمالك صعد النهائي، الاهلي هيلعب مع بتروجيت يوم 2 يوليو الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره على استاد القاهره الدولي، الفاينل هيكون بين الزمالك وبين الكسبان من الاهلي وبتروجيت بتاريخ 21 يوليو المقبل. ماشي، قبل ما اطلع بقى للفقره اللي جايه، الكابتن سيد معوض والكابتن احمد عيد عبد الملك النهارده كان في مكالمه كده بالزوم بين الكابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره طبعا بعد ما رمى طوبه خلاص كارلوس كيروش مع باولو سوزا المدير الفني البرتغالي، وفي كلام انه قريب ممكن يوصل مصر خلال ساعات، والكلام انه هيتقاضى برضو راتب شهري مع الجهاز بتاعه 120,000 دولار مع شويه امتيازات زي تذاكر السفر والكلام ده كله، ويبقى ياخد اجازه في السنه 45 يوم، وانه اصبح اقرب لتدريب منتخب مصر، وفي كلام برضو انه هو هيبقى موجود الكابتن شاوي والكابتن عصام الحضري مع الجهاز الفني، وهو هيبقى معاه مدربين هيجيبهم مخططين احمال هو هيجيبهم والناس بتاعته هو هيجيبهم بمعرفته، وفي مدرب تاني اسباني والماني لكن يوم الاربعاء هيقرر هيعلن بالرسمي اتحاد الكوره اختار مين. الحكام ما عاملين شكوى ان مستحقاتهم متاخره، وده اقرب للكابتن عصام عبد الفتاح انه كان يتكلم فيه، مستحقاتهم متاخره مع اتحاد الكوره بقالهم 3 شهور ما قبضوش، يعني بدل ما نتخانق على المدير الفني الاجنبي اللي هيجي يدير لجنه الحكام، اولى ان احنا نتخانق على فلوس الحكام. في خناقه في اتحاد الكوره بسبب الراجل رئيس لجنه التراخيص اسمه السيد راغب الرفاعي، ده رئيس لجنه التراخيص بسبب الزمالك. الزمالك اعترض جدا على 78 مليون جنيه مستحقات متاخره عليه على مدار سنوات، الزمالك قال لك ايه؟ انا هدفع في عهد المجلس، ده اللي فات ماليش دعوه بيه. طب عشان محدش يعمل كده يعني. لكن محدش على راسه ريشه برضه. يعني فيش نادي على راسه ريشه. دي مستحقات ياخدها اتحاد الكوره. في دي يعني ما حدش يقدر يتكلم. يعني الحق يقال. الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، جن عفريت
كل واحد ياخد حقه زي ما الزمالك بيطلب حقوقه في كل القضايا اللي بيخشها زي كهربا وغيره، زي ما الاهلي بيطلب حقوقه في كل القضايا اللي بيخشها زي ازمه الفاينل برضه اتحاد الكوره ياخد حقه. فالكلام انه الراجل رفض انه يطلع الترخيص بتاع الزمالك بتاع المشاركه في افريقيا لغايه ما يسوي اموره، وان وليد العطار اتخانق معاه قال له طلع الترخيص وبعد كده نحاول نحل مع الزمالك، الراجل رفض، حصل صدام، مشي، سربوا ان هو اقلوه من مكانه، فالراجل كان بيتنرفز جدا وقال لك ان جمال علام كان واقف جنبي طول الوقت في الموقف ده تخلى عني، وكان الكلام قدام الكابتن السيد خالد الدرندلي، كلام كتير في اتحاد الكوره كالعاده، كل موضوع مليان كلام مليان كلام مليان كلام. بيجي الزمالك يسوي، ده عندي خبر بيقول ان الزمالك عنده استعداد يسوي رغم التون اللي علاه جدا. الزمالك قال حاجه غريبه جدا، قال لك انا عايز جهه محايده تيجي تقول لنا الفلوس دي. جهه محايده ايه يا باشا؟ دي فلوس وسيستم، يعني المدير المالي بتاعك مع المدير المالي بتاع اتحاد الكوره هيقعدوا مع بعض، وده يطلع ورق وده يطلع ورق، وليك فلوس بتقول اه، مع عليك فلوس بتقول اه، وبيخلص الموضوع. مش عارف جهه محايده ايه. انما الزمالك يعني بعت لاتحاد الكوره جواب او كلموهم انهم عايزين يجدولوا المبلغ، تعال نشوف نجدول ازاي بس عشان نخلص من قصه التراخيص وكل الكلام ده. عايز اقول لكم ان الزمالك بيحاول ان هو يسحب الناس بتاعت الجمعيه العموميه، طبعا اتحاد الكوره ده جيب جمعيه عموميه، لو وريتكم الوقت الصور بتاعت الانتخابات اللي فاتت اللي كانت في يناير دي تحس ان الجمعيه العموميه عن بكره ابيها كانت موجوده عشان يجيبوا، بصوا بقى يعني الهه الاداره في الكوره في العالم. بصوا الناس، انا عايز اشوف يا جماعه بسرعه وروني كده، لا انا عايز يا جماعه ما عنديش وقت، عايز بسرعه توروني الزحام اللي كان موجود في الانتخابات اللي فاتت. يا جماعه لو سمحتم، ايوه ادي بص الجمعيه العموميه، وادي رؤساء الانديه، وادي الناس اللي مسؤوله، وادي الناس اللي موجوده، والناس اللي بتستقبل المرشحين بتاعه الانتخابات سواء جمال علام والخالد الدرندالي وكل الناس اللي كانت داخل هذه الانتخابات، ودي كلهم مسؤول الانديه ورؤساء الانديه، كل الناس دي راحت انتخبت وخدوا اصوات يعني ياما، ما اعرفش خدوا اصوات كتير جدا. فالزمالك بيحاول ان هو قال ايه يجمع بقى الناس دي عشان يسحب الثقه من اتحاد الكوره. طبعا الكلام ده مستحيل يحصل، يعني الكلام ده مستحيل يحصل ولن يحدث هذا الكلام نهائيا للأسف، لأنه الموضوع مش سهل يعني زي ما انتم متخيلين. عندي بعض الأخبار كده بسرعة، بيقولك الأهلي منتظر ميكيسوني عشان يشوف هيودوه تنزانيا تاني ولا يعملوا له إعارة لأحد الأندية هنا في مصر، مش هيقبلوا بره حد يعني، عشان نبقى مقصرين بس في الموضوع ده، يا ما يخش في صفقة تبادلية هنا يا يرجعوا سيمبا التنزاني تاني. في كارثة عند الأهلي اسمها ميكيسوني، الراجل ده عامل هس في دماغ الناس في النادي الأهلي اللي بيدير كرة القدم، وفي كلام إنه الراجل اللي هو الجزائري حسام الدين مرزيق ده اللي الاهلي كان بيخلص فيه، فلجنه التخطيط قالت يجي الراجل المدرب الجديد عشان يشوفوا فنيا هم معجبين بيه فنيا، وقالوا الوكيل بتاعه مش عايزين مقايضات ولا عايزين نخش في خناقات مع حد، الزمالك دخل فيه حلال عليه، لكن هنقعد نقايض ونزود ونزود. المهم ان الفرقه بتاعته شباب بوليسداد قال لك انه هم رفضوا عروض من فرنسا وتركيا، طب ما حدش هيدفع زينا يعني، خد بالك لا فرنسا ولا تركيا هتدفع 2 مليون دولار و2.5 مليون دولار والكلام اللي احنا بنسمعه لما بنشتري لعيبه ده مش موجود بره على الاطلاق. كمان فيريرا بيطلب او بيلمح ان هو يجمد طارق حامد لنهايه الموسم، انا عايز اقول له مش هتلحق تجمد لان طارق حامد ماشي بعد ايام. ابو جبل برضه عنده مشكله لسه مع نادي النصر لدرجه ان هو السعودي اللي اتقال ان هو اتفق معه ومضى عقود بالفعل طلب عقوده، قال لك انا لن اعار لأي نادي. في كلام ان نادي النصر هيجيب حارس مرمى من امريكا اللاتينية كولومبي اسمه أوسبينا، وحارس مرمى نابولي من ضمن حراس مرمى نابولي يعني، وهديله 3.5 مليون يورو في السنة كراتب بعد تراجع مستوى ابو جبل، قال لهم لا انا مش تاخدني عشان تعبني لأي مكان، لا تديني عقودي تاني وانا اصرف اموري في هذا الامر. برضو فيريرا دخل في قصة كده مع إدارة كرة في الزمالك إن هو عارف إن هم بيفاوضوا ناس من غير ما يرجعوا له زي بسام، عدد من اللاعبين يعني في الدوري المصري، لكن الراجل رفض هذا الكلام نهائيا. نطلع بقى فاصل سريع، بعد الفاصل هنستقبل الكابتن أحمد عيد عبد الملك والكابتن سيد معوض، وعندنا كلام سخن كتير جدا عن الأهلي وبيراميدز وأحداث أخرى في كرة القدم المصرية.
اهلا بكم من جديد. يرافقني في الفقره المعتاده يوم الاحد الكابتن، هبدا بكابتن سيد معوض. يعني هتخلى عن فكره اليمين يا كابتن احمد بعد اذنك يعني. طبعا كسبان النهارده. لا شبح. شبح النهارده شبح. لا بس احنا عايزين نتفق ان التوقعات جت صح. يعني التوقعات فقط. بس التوقعات دي مبنيه على اراء فنيه، الاراء الفنيه كلها تحت الارض. يلا بصبح عليك وبصبح عليك كابتن احمد عيد عبد الملك. حبيبي صباح الفل. النهارده سيد معوض شبح تنكرش. عشان المكسب يعني؟ ايوه المكسب والاداء والماتش كل حاجه. لا هو الاداء، هو ما فيش اداء، الماتش ما فيهوش اداء خالص للفريقين. هو ده وجهه نظري بقى. هي دي وجهه نظر فنيه. هو الاداء انك ده 40 جون يعني، هو ده الاداء؟ لا مش اداء. طب سيطر فنيا على ده مش اداء. تكتيكيا مسيطر على الماتش. ما هو ده مش اداء. ما اللعب دوت ما بيقولوا زي ما بيقولوا ما بيجيبش عيال. طب يا كابتن. ما بيجيبش عيال يعني. ما بيجيبش جوان. بس جايب جوان، جايب اثنين. لا انا ما بتكلمش على الناحيه الثانيه. انا بتكلم على بيراميدز. على بيراميدز. مسك الكوره. طب ما هو الاهلي سابه يمسك الكوره. ايوه ماشي. طب ما ممكن الاهلي. خلي بالك ما هو الزمالك كسب بيراميدز بنفس الطريقه. فضل مقفل في الدوري كسبوا 3-2. ايوه ما هو بيراميدز هي دي مشكله عند بيراميدز، مش عند حد. هو عنده مجموعه لعيبه احسن لعيبه موجوده حاليا. يعني انت معترض على التكييس ده؟ معترض طبعا. فعلا؟ طبعا. عشان خسر من الاهلي. لا هو عشان بقاله فتره. لا ده انا بقالي سنتين معترض عليه وبتكلم على اسلوبه وطريقه لعبه. هو مش هتمشي، وكواليتي اللعيبه اللي موجوده معاه او الفكر اللي هو بينفذه. لسه بنتكلم انا وسليم بنقول هو عايز مدرسه كوره. ايه عايز مدرسه كوره يبني من تحت. اي بس انت لو عايز لو عايزين مشروع نجيبه يمسك منتخب ده نجح. بس الفكر ده نجح في بعض الانديه الكبيره. نجح مع جوارديولا قبل كده. ايوه ماشي نجح على جوارديولا. طب حتى هو مسك حتى ليفربول بيلعب الكوره القصيره دي ساعات. هو مسك وادي دجله فرق في الاداء. النتائج بتاعتهم ايه؟ مشوه. هو مشي السنه اللي هم هبطوا فيها. هو مشي في نص الموسم بعد ما النتائج ساءت. بس قبلها الموسم اللي قبلها كان كويس. ما فنش برضه في الاخر، في اخر الجدول يعني. مش مفنش مثلا من السبعه ثمانيه اللي فوق. فالموضوع برضه بس الكواليتي كان مختلف يعني. كواليتي البيراميدز اعلى كلاعيبه كتير جدا، وعندك تغييرات وتبديلات كتير جدا. يا انت معترض على فكره التمرير الكتير وتضييق المساحات والضغط اللي ما بيلعبش اكتف على الجول. انت بتلعب عايز عامل استحواذ. ايوه عشان الاهلي ما ادالوش الفرصه دي. ايوه انا لسه بتكلم برضو عندك مع وحشين ورا. لسه بتكلم مع رامي ربيعه وياسر ابراهيم وديانج قدامهم ده عايز اقول لك حاجه، ان ديفنسي الاهلي النهارده عمل اخطاء في الباص منهم. اليو ديانج الشوط الاولاني والشوط الثاني كان باص على ال 18 غلط. كان يعني لو مرتين بس ايوه لو فرقه بيراميدز مركزين هيجيبوا. لكن الاهلي كسب بالطريقه اللي هو عارف يكسب بيها في الاخر. طب ما تحسب للكابتن سامي عنصري. ايوه ماشي. وانا ما قلتش حاجه وانا بقول حاجه. وانت عايز توديني في الحته دي ليه؟ مش عايز اوديك ولا حاجه، بس مش عايزك تقلل من لا انا ما قللتش. والاهلي عرف يكسب بالطريقه دي، والزمالك قبل كده عرف يكسب بالطريقه ديت، وهم بيراميدز اللي عندهم مشكله. يعني كابتن سامي لعب صح ده قصدي. طبعا هو لو فتح الملعب اكتر من كده كان ممكن. هو تضييق المساحات والقفله اللي كان قافلها على ال 18 هي اللي فرقت كتير جدا مع الاهلي، اللي هو ما يجيبش فيه جوال. يعني الناس في الاول الماتش لما شافت التشكيل كابتن سيد وقالت 4-3-3 وان هو في 3 في نص الملعب مدافعين اللي هو الي وعمرو السوليه وكوكا، فالراجل نازل مقفل من الاول. بعض الناس قلت قبل الماتش حتى الاستديوهات المحللين في ناس اعترضت يعني على الفكره ان قفش يلعب على الطرف وان هو ازاي وما اعرفش ايه. هو اولا لازم نحيي الكابتن سامي قمصان. ده احسن مباراه عملها بصراحه. وكمان كمجمل الخمس مباريات هو لعب في بطولة الكاس الثانية، ولعب في بطولة الكاس دي قدام بيراميدز، لعب نادي الزمالك، لعب استر. هو استعادل مع الزمالك فقط في الخمس ماتشات. بس مجمل لا هو عمل أداء مع النادي الأهلي، عمل نتائج إيجابية بشكل كبير جدا. مدرب أول مرة يبقى مدير فني لنادي كبير زي النادي الأهلي، وبحجم الضغوطات اللي جوه النادي الأهلي، اللي موسيماني اللي هو المدرب العظيم اللي خد بطولات كتيرة جدا ما كانش قادر يستحملها. فإن سامي قمصان يعمل النتائج دي النهاردة. كل الناس قبل المباراه كانت مرشحه بشكل كبير. مين كان بيرمت. كل الناس بتتكلم بيراميدز عمل مباراه في الدوري المباراه اللي فاتت قويه جدا. النادي الاهلي مش في احسن حالاته. لا احنا بس لا احنا لان خلي بالك اسم النادي بيفرق بشكل كبير. لازم بامانه النادي الاهلي حتى لو عنده غيابات، حتى لو المدرب النهارده كابتن سامي قمصان، اظن ان هي من افضل المباريات تكتيكيا بالنسبه له. صح. انجح مباراه بالنسبه له. قدم يعني مش شهاده ميلاد، لا تاكيد على انه مدرب
كويس يستحق ان هو ياخد فرصه. منسجم في المباراه دي قوي مع اللعيبه بتاعته طبعا. وانت بتتكلم على الثلاثه بتاع نص الملعب، الثلاثه بتاع نص الملعب هم اصلا مش دفاعيين يعني. ديانج عنده الامكانيات الدفاعيه، سوليا عنده الاثنين، كوكا من اللعيبه الكويسه جدا اللي بيقدر يباص الكره بطريقه صحيحه، بيطلع الكره بشكل صحيح، بيطلع الكره لقدام دايما، عنده رؤيه كويسه. من العناصر اللي خدت فرصه، ولو خدت فرصه اكبر كمان هيبقى اداء جيد جدا. النهارده مباراه، انت كنت بتسال عيد على تكيس، تكيس من المدربين كويسين جدا، بس هو زي ما عيد قال هو مدرب ناشئين مش مدرب فرقه تنافس على بطوله. هو مش هيدي لك الاوبشن ده ان انا هنافس بفرقه، حتى لو عندك انت عندك فرقه بيراميدز عندها لعيبه كويسه جدا وعندها بودلة وعندها قايمه كبيره جدا وعندها امكانيات، بس جوه الملعب النهارده عشان تنافس على بطوله لا، الموضوع صعب. انت بتتكلم حتى هو ما بيتكلم في المؤتمر بعد المباراه بيتكلم بيقول لك انا راجل النادي الاهلي ما عملش حاجه النهارده وانا قدمت اداء. ايه الاداء؟ انت ما رحتش بفرصه على النادي الاهلي حتى والكره معاك، استحواذ كبير جدا، بس استحواذ هي كره بس فخر اللي هي يعني اللي لعبها مش فرصه دي بعيده، دي بعيده يعني 18 يعني بس كان لوحده لو داس عليها يعني النادي الاهلي لو عنده النهارده لو في حاله جيده افضل من النهارده يعني. كل المرتدات اجوان على بيراميدز زي الجون الثاني يعني، في كوره بتاع محمد شريف لو حطها بالعرض صح جون، في كوره ثانيه بعد الكور اللي اتلعبت لطاهر في ظهر الناس لو اتلعبت بطريقه صح هيروح يجيب جون. فهي النقطه لا، بيراميدز مش في حاله جيده خالص، وامام الفرق الكبيره امام الاهلي والزمالك الموضوع صعب يعني. حتى هو بيعمل كل ماتشات الدوري بشكل كويس، انما بيجي حتى في وجود الكابتن ايهاب جلال وهو موجود مع بيراميدز قبل ما يروح المنتخب، النادي الاهلي كسب خسران 3 من الاهلي، كسب وخسران من الزمالك كسب، والاستحواذ برضو كان مع بيراميدز بس النادي الاهلي كسب 3. فهي النقطه في بعض الفرق مهما تعمل هي عندها ليميت، وفي بعض المدربين عندهم برضو سقف مش هيعديه زي تكيس. هو عنده هيعمل لك فرقه كويسه ممكن تلعب كوره في بعض الاوقات جيده جدا تعجبك. انما مش هتاخد بطوله، مش هتنافس على بطوله، ما عندهمش الشراسه يعني. هو مدرب خسران وطلع يتكلم ان احنا قدمنا اداء جيد في بطوله الكاس، على فكره خروج المغلوب دي مش مباراه في الدوري يعني يعني ما فيش حاجه فيها في الاداء يعني، مش هيفيدك بحاجه بعد كده. هنرجع برضو لنقطه النادي الاهلي. شفت سمعت فايق مش عايز يسكت يعني النهارده بس لا هزود لك. فاكر انت اليوم ده يا طه يومك؟ هقول له نقطه برضه عن النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني بكل امانه انا اتمنى ان انا اشوفه بشكل احسن، بشكل احسن في كل حاجه، من ناحيه الاداء، من ناحيه تطوير اللعيبه. اتمنى لو المدرب الجديد اللي هيكون موجود لازم يبقى فيه فكره مشروع طويل. ما ينفعش ان انا افضل كل مباراه بالصدفة، اللي هو أنا مستواي النهاردة كويس بكرة وحش على حسب حالة اللعيبة. إنما أنا لو عندي مدرب جيد عامل فرقة، حط تحت عامل فرقة دي 30 خط، إن أنت لازم تعمل فرقة تبقى قاعد وأنت مطمئن، أنت شايف كرة حلوة، ممكن أخسر أتعادل. ده في آخر 6-7 سنين فايلر اللي عمل كده. فايلر من أهم اللعيبة. أنا لو ضربنا مثل صغير بس، فايلر عمل إيه؟ رمضان صبحي رجع النادي الاهلي من انجلترا وعنده مشكله في الفينش، هو قعد 3 سنين بره ما حدش طور له الفينش على الجون. مع فايلر افضل فتره رمضان على الجون، اكتر معدل تهديفي، اكتر معدل تهديفي حصل لرمضان. فده نتيجه ايه؟ مدرب بيعرف يطور اللعيبه، بيعرف اللعيبه عنده نقص ايه، بيعرف يحسنه له. فانا اظن ان انت النادي الاهلي مطالب ان هو المدرب اللي يجي لازم يبني فرقه. في مدرب النهارده اعلن يعني الصحافه البرتغاليه قالته، بس هو اللي هو سواريز ده هو لسه لحد دلوقتي مش رسمي، طالما النادي الاهلي ما علقش حتى. ما هو الاهلي برضه الطبيعي كان بيعلق يقول بينفي هذا الكلام، لكن الاهلي ما نفاش برضه. فممكن يكون ده الطرح الوقت الاقرب، لانه الصحافه البرتغاليه اللي قالت يعني المقربه منه هو. لكن قبل ما نتكلم على المدرب ده، كابتن احمد عيد، انت ليك انطباع على تشكيل بيراميدز؟ يعني هل مثلا كنت شايف ان الراجل يلعب يعني انت عندك اسماء كتير كانت قاعده بره يعني. هو الغريبه بالنسبه لي في حته الراس الحربه، هو دايما ما بيميلش اللي هو يلعب براس حربه. ما تفهمش يعني فخر بيستلم بره ال 18، اسلام عيسى بره ال 18، رمضان بره ال 18، كلهم بره ال 18 عمال يبدل، ده يروح على اليمين يروح على الشمال، حتى شغالين طول الماتش. حتى لما بيوصلوا مفيش كروس بيتعمل بالعرض، بيروح ماسك الكرة وراجع لتحت تاني. وخلي بالك دي طريقه لعبه، وهو من هو ماسك دجله يعني انا اتفرجت عليه ورحت اتفرجت على ماتشات برضو ليهم لدجله، كنت انا لسه يعني ماشي من دجله كنت لسه ماشي من دجله أوكي. ورحت الجونه يعني كنت متابع، كمان اصحابي كانوا بيقولوا اللي هو الراجل كان بيطلب من الباك بيوصل ما
ما اعملش بالعرض، هوصل ابص على تحت الاول، اول حاجه ابص على تحت، ده اكتر حاجه الناس بتعملها. اول لعيبه بيراميدز هتلاقيهم بيعملوها دلوقتي، يعني في يعني النهارده هتلاقي مثلا الحاجات الخطره لبيراميدز ايه، حاجات اللي هم بيضغطوا فيها من فوق، لكن بنايه اللعب والحاجات ديت الاهلي ما كانش بيديهم فرصه. وتاني حاجه هم اللعيبه مش عايزين، خلاص انت بتوصل على الاجناب، خلاص توصل على الاجناب لازم يبقى في كثافه جوه في ال 18، واحد يبقى على القريبه وواحد على البعيده وواحد في النص وواحد في السنتر. بس هو كتشكيل لعب بالطريقه الهجوميه العاديه 4-2-3-1 يعني 4 لا هو بيلعب 4-3-3 ديت على طول، حتى وليد الكارتي هو بيلعب ناحيه اليمين وعبد الله السعيد ناحيه الشمال ودونجا في النص، مش زي ما محطوطه في الورقه كده. وهتلاقي رمضان هاف شمال شويه وهاف يمين شويه، الثلاثه اللي قدام مفيش مركزيه، هي دي مشكله برضه. انت ما بتعتمدش على راس حربه، كان عنده يعني هو الماتش اللي فات لعب بمحمود صابر الماتش كله، وبدا بيه ماتش الشرقيه للدخان لما كانوا بيلعبوا الشرقيه للدخان في الدوري، لعب كويس ولعب على الجول كويس ولعب منتخبات كمان من صغره نزله اخر دقيقتين لعب يعني هو برده اتاخر جدا في التغييرات برده، حتى التغييرات اللي عملها مركز بمركز ما فيش حاجه، يعني ما فيش اضافه في حاجه عملها. انت خسران دلوقتي عندك واحد كتشكيله قدامك، هل كان ممكن في حد يبدا مكان حد افضل؟ انا كان وجهه نظر اللي هيبدا بمحمود صابر، لا اما بدودو الجباس راس حربه، هو برده اداله شويه الماتش اللي فات، نزله شويه الماتش اللي فات، انت عايز حد راس حربه على الاقل يبقى تغييره بدري شويه. طب الراجل بتاع جنوب افريقيا ده اللي اسمه لاكاي ده، ده هو تقريبا مصاب، ده تقريبا ده موجود في كان موجود خرج خرج من القايمه، ما مصاب ما هو ما كانش موجود مصاب. انا برضو استغربت انه بعيد بس انت كان يبدا بالجباس مش بفخر، بالجباس او بس الجباس ده لو بيلعب براس حربه صريح ده مش ما هو برضو فخر الدين. وهو خلي بالك دودو الجباس لعب معاه سنتين في دجله، وهو اللي كان منجح له الطريقه بتاعته، هو لعب مع الراجل سنتين في وادي دجله، وهو الماتشات اللي فاتت كان بينزله تغييره كمان، فانت طبيعي عايز تجيب جول برضه. هو دودو على الاقل انت اوقات كنت بتلاقي اسلام عيسى في ال 18 وحد هيعمل له كروس، ما حدش بيعمل كروس، واسلام عيسى اقصر لعيب في الملعب، فانت الموضوع برضه. ايه رايك في اداء رمضان صبح النهارده؟ لا بعيد، رمضان بعيد بقاله فتره كمان، ومش مش فارق. انا شايف اللي هو ما انا من اول يوم قلت ان رمضان غلط اللي هو مشي، وراه هو وجهه يعني نظره وحقه وكل حاجه، وكل لعيب يعمل اللي هو عايزه، بس انت لعيب فقدت حاجات كتير جدا، جماهيريه ونجوميه حاجات كتير، وفنيا وفنيا عن الجماهيريه فنيا طبعا هو بعيد الفتره ديت قوي. وانا وجهه نظري هو الكوره دلوقتي على الاقل انت عايز تحقق تارجت في البطولات، بص الحق يقال، بتبص للفلوس رمضان حاليا ممكن تيجي على مدى طويل شويه. رمضان حاليا في مكان اقل كتير جدا من امكانياته، ما طبعا بصراحه يعني في الفتره دي او السنتين اللي فاتوا دول هو في مكان اقل كتير جدا، مش مكان كنادي بيراميدز، المكان اللي هو فيه اقل جدا من انت بتتكلم. لسه بنتكلم نقول للراجل كان فايلر ده طلع منه حاجات وهو امكانياته كبيره جدا، طب هل يعقل ان احسن اثنين لعيبه في مصر دلوقتي بالنسبه لعبد الله السعيد وشيكابالا اكبر اثنين لعيبه في مصر، اكبر اثنين في الدوري، اكبر اثنين في الدوري، هم احسن اثنين لعيبه النهارده عبد الله السعيد في الملعب لوحده وباقي ال 22 لعيب في حته وبيجري وبيروح هو كمان وبيشوط يعني وبيستلم، ده هو كمان مش فت مليون في الميه بقى، خلاص بيلعب حاجات على الواقف كده، بيوديك للجون ويعمل الباص السهل ويستحوذ ويعمل كل حاجه في الكوره نفس الكلام. طب هل بمناسبه الكلام على رمضان صبحي، المستشار التركي قال الشيخ عمل تويته كان قال فيها قولوا لنا مين اللي من الدوري المصري ترشحوه بعد الاتفاق مع الاداره بتاعته يعني نلعب في الدوري الاسباني، قصده طبعا الميريا اللي صعد الدوري الممتاز، هل يقصد رمضان صبحي في رايكم؟ يعني هل رمضان صبحي من اللعيبه اللي المفترض خلاص تنطلق؟ حاليا انا بوجهه نظري لا. ما يقصدش رمضان؟ أنا. ولا انت تقول ان رمضان بمستوى ده ما يروحش الدوري الاسباني تقصد؟ حاليا ما يلعبش في الدوري الاسباني طبعا. كابتن سيد متفق؟ متفق جدا لسبب برضو، انت رمضان بيلعب ايه؟ بيلعب وينج. انت لما تيجي تقيم اي وينج بتقيمه فنش كام كوره على جون، جاب كام جون، عدى واحد ضد واحد كام مره، يعني هتيجي ده التقييم لاي وينج. انت دلوقتي اما تشوف معظم اللي هناك حتى في النادي الاهلي هتلاقي برضو نفس الكلام، الموضوع صعب شويه، انت ما تلاقيش حد بيروح واحد ضد واحد، ما فيش حد حتى مستوى سيء، ما فيش حد بيفنش مثلا خمس ست كرات على الجون، ما فيش واحد وانت قاعد بتتفرج عارف ان هو يعني. اقول لك على حاجه، الاول حتى قبل ما يبقى فيه وينج كان مثلا وليد سليمان وهو في حالته كنت تلاقيه مثلا مفنش 3-4 كور كل شوط،
على الجون، لازم يكون رايح. بركات هو بيلعب في نص الملعب لازم يبقى رايح للجون كذا مره، فده الطبيعي. انما انت دلوقتي يعني مباراه 90 دقيقه، انت الاربعه اللي هناك بتاع الفرقتين، قول لي على كوره مثلا راحت للجون، راح واحد ضد واحد وعدى وعمل فينش، شاط كام شوطه، كام جون. حتى الاجوان اللي جت النهارده كلها يعني الكورنر الاولاني يعني قفشه النهارده مثلا من الحالات الكويسه بالنسبه له، يعني اعتبرها ان هي بدايه لعوده قفشه. النقطه الثانيه برضو السنه دي القفشه، النقطه الثانيه اللي قبل ما انساها بامانه، انا واحد وانا بتفرج لعيب كوره بستعجب جدا من استاد القاهره النهارده بامانه، حاله غريبه يعني. انا ما شفتش 22 لعيب بيتزحلقوا في مباراه زي النهارده، انت بتتكلم في لقطات كتيره جدا في حاله الملعب يا جماعه. استاد القاهره ده استاد القاهره ده بالذات، لا ارضيه الملعب واضح ان هي فيها حاجه، هو مرشوش يعني زياده برضه باين اللي حتى لو حد يجي لنا استاد القاهره نكلمه لان الملاحظه النهارده حاله الملعب لا مؤثره على اللعيبه في كذا كوره. شوف الكوره اول ما بتتلعب تلاقي يعني في واحده اسامه جلال دخل شال وهو كره مشتركه مع طه، شال نص النجيله اصلا طلعت معاه رمضان مرتين ورمضان انت فاهم وهو بيستلم راح واقع النجيله بتطلع من الارض. ده نتيجه ايه ده؟ مع ان استاد القاهره ما بيتلعبش عليه كتير، مش ما بيتلعبش بس عليه كتير، ده وكمان وافخر انواع النجيله ومستورده ومعموله بسيستم. لا ده انت بتقال في شاعر. دخلنا في حتتك دي، عايز انت تاخد اي حاجه كده. هو لحد من 7-8 شهور كان الملعب من افضل الملاعب اللي موجوده، فبامانه النهارده ده بتنجل يعني على ابوه يعني النهارده يعني انا شايف ان هو في حاله وحشه جدا وكان مؤثر يعني بصراحه على الفرقتين يعني. اصل خد بالك يحب الحاجات دي، عايز زيت الصوت اي حاجه اي موضوع كده تروح قفشه في النص. اصل قاعد تقول لي رمضان صبح طاير نص النجيله وتقول لي بس طب انت اللي بتقول، مش انت اللي بتجرجرني. وبعدين ده انت كاتب في تويتر بيقول لك هو لسه في حد بيعمل مدرجات خرسان، وده مش استاد برضه؟ ما هو مفيش حد بيقول لك الناس تلبس بامبرز تلبس تجيب تاخد شالته وهي رايحه معاها الماتش، اصل مفيش حد تقعد مش قادر تقعد ربع ساعه مفيش حد والجمهور دلوقتي بيتكلم على استاد البويه العرب خرسانه. الموضوع صعب جدا، مفيش ملاعب في العالم كده دلوقتي المفروض ده كمان انا بتكلم على استاد المقاولين العرب اللي هم شركه مقاولات متخصصه يعني اضخم شركه مقاولات في مصر من سنين. بس هم لهم برضه سيستم مختلف عن اي حد، ان هم النادي بيصرف على نفسه لنظام يعني، مش قصه شركه مقاولات يلا خش لا يعني، هم لهم سيستم معين نحترمه، لكن الشكل اللي عامل الاستاد محتاج يعني يتطور. المقصوره كمان الموضوع وبعدين دي حاجه طبعا، شركه المقاولين شركه ضخمه وشركه محترمه وتستطيع ان تعمل كده او تجيب شيله لاحمد عيد لانه وانا ما بروحش الماتشات مع الناس اللي بتروح. طب لو جبنا لك شيلة هتروح؟ انا قلبي على الناس. قلبه حنين، خد بالك قلبه حنين. ما انا في الماتشات ببقى قاعد معاك هنا، اروح فين؟ طب قول لي عجبك طاهر محمد طاهر النهارده؟ برضه عادي، مش حاسس انه مجتهد شويه؟ مش حاسس ان هو بيحاول يعني ايوه ماشي، يبقى المحاولات حاجه وان انت بتلعب بروح عاليه والامكانيات حاجه تانية. يعني هو افضل من الفتره اللي قبليها؟ انا وجهه نظر اللي هو على امكانياته اللي انا شفتها قبل كده من ايام المقاولين تقصد؟ هو ما قدمش حاجه للنادي الاهلي برضه الفتره اللي فاتت، سواء هو او الهافات اللي موجوده دلوقتي، حتى برضه نفس الكلام صلاح محسن برضه بالنسبه لي. بس الجون حلو اللي حطه. لمين اللي حطه؟ مين؟ حسام حسن اللي جاب الجول الاولاني. طاهر محمد طاهر هو حلو. بتضحك ليه؟ هي بالونه نازله من فوق من السما. لا حلو، احنا نهزر؟ ده المفروض اكرامي يمسكها يعملها مرتد. والله ما بهزر يعني، الف ب في الكوره، انا هاخد الخطوه وامسك الكوره بالعكسيه. ما هو خدها، ما هو حطها فوقيه. يا ريته ما خدها. هو سمع كلامك وخد، ما هو خد الخطوه. هو خد خطوه ايه؟ خد خطوه فين؟ هو ما خدش خطوات، هو فضل واقف مكانه ونط. لا هو حطها فوقيه. لا هو بيتكلم على طاهر، انت بتتكلم على شريف وهو بيتكلم على طاهر. لا هي كرة ما تخشش في اي حارس اصلا، حارس متوسط كمان ما تخشش في حارس متوسط. هو يعني تتعلم ده خطا من الكابتن شريف اكرامي؟ طبعا خطا واضحه للناس كلها اللي هي خطا يعني. مع الاحترام ليه طبعا شريف كمان، مش الشخصيات اللي انا بحبها قوي على المستوى الشخصي كمان، لكن هو النهارده خطا. بس طلع لها طاهر كويس وخط طلع كويس يعني. وطلع لعبها بالونه.
انت شايفها كده يا كابتن سيد؟ لا هو طاهر حطها، بس هو شريف كان عنده الامكانيه ان هو يقدر، هي يعني سهله قوي على فكره، يعني ان هو مثلا يطلعها لو خد الخطوه بدري، او في نفس الوقت حتى هو الطبيعي ان هو يروح بالعكسيه، بس حتى لو راح بدري خطوه كان هيجيبها بايده الثانيه، فهي هي الكوره طاهر حطها عاليه شويه، هو حطها في مكان ابعد، بس شريف تمركزه وان هو طار من مكانه دي صعبت الكوره عليه، بس انما هو طبعا جون فرق مع النادي الاهلي، فرق مع النادي الاهلي لان النادي الاهلي بدايته اول ربع ساعه ما كانتش كويسه، يعني خد بالك دي يمكن اول هجمه بجد للاهلي، يعني النادي الاهلي راح بثلاثه النهارده بس هي اللي جت الجون الثاني، وديت يعني هي ضربه ركنيه يعني، ما بس جت جون بهجمه، ايوه ماشي هحسبها هجمه، لا انا بقول لك هو اون تارجت، اون تارجت اثنين الجونين اللي هم دخلوا، بس عندك مثلا هي واحدة خمس كور، خمس كور لو فيهم اهتمام، أيوة صلاح محسن مثلا اثنين وهو بيعدي أيوة بيهم لو بالعرض كويس، ما هو ده نفس الكلام عند بيراميدز، ما فيش اهتمام، هو نفس الكلام، بس بيراميدز اصلا ما وصلش للمنطقه دي، يعني لا. هو مع يعني ما فيش كوره مثلا الشناوي طلعها في بدايه الماتش، في حاجات كمان فيها يعني كان الفار وكان ممكن يوقف ويرجع على يعني اثنين ثلاثه رجعوا لتحت، الحاجات اللي انا بقول لك اللي بتتعمل لتحت، واحده لعبد الله السعيد اللي محمد هاني دخل فيها كويس وواحده تاني يرجع للفار ليه يعني؟ الايه؟ يرجع للفار يعني ايوه انا شايف ان النهارده الفار في واحده ضربه جزاء تتحسب على محمد هاني ودخل فيها صعب قوي. بتاع الشوط الثاني؟ بتاع الشوط الثاني طبعا. لا يا راجل حرام عليك، ده تهور يا راجل، تهور ايه؟ ما الراجل تهور مليون في المية. هقول لك حاجه، عكسيه بقى لو المدافع هو بيطلعه والمهاجم اللي نام عليه الحكم اكيد هيصفر على فكره فاول. حبيبك عمل هيصفر فاول، حبيبك عمل تصريحات قال دي بينالتي. مين؟ كابتن احمد الشناوي. ما هو هيقول دي ما انا عارف اللي هو هيقول دي بينالتي ليه؟ ما هو عشان عايز حكام مصريين. هو معاك اهو يا عم. لا هو عايز حكام مصريين والله. طب ما هو في ماتش الزمالك والاهلي قال دي بينالتي، طب ما انا ما كنتش قال لك اصل عشان عايز حكام مصريين. ايوه ما انا ما كنتش معاه، ما هو ماتش الاهلي والزمالك قال دي بينالتي بتاعت امام عاشور، وانا برضو مش معاه فيها، يعني انا مش معاه فيها يعني ف يعني هو انا بقول لك هو عايز حكام مصريين يكملوا، بس هي برضو الحكام الاجانب ما يعني بص بترفض التحسيس جوه الطمنطق، يعني التحسيس احنا دايما التحسيس عايزين الفار، اي حد يلمس حد، اي حد يحسس عليه كده، ما في حاجه اصل هي حاجات بتتحسب وحاجات ما بتتحسبش، يعني الكابتن الشناوي بيقول لك في حاجات تتحسب وحاجات لا، يعني في واحده مثلا بتاعت عمرو السوليه في ماتش الاتحاد بيقول لك لا ده احتكاك طبيعي، وفاول مثلا بره ال 18 يقول لك لا مفيش حاجه ماشي اللعب، ف دي بنالتي الكوره دي بتاع النهارده؟ لا صعبه جدا، لا انا وجهه نظري تتحسب بنالتي، شك حتى ده الراجل الفخر ما فيهاش شك، ازاي لمس الكوره وخلاص؟ ايوه ماشي، ما لمس الكوره وهو تهور منه، هو مش تهور، لا فخر اللي لمسها، هو لو المدافع بيطلعها بقول لك فخر لعبها لمسها، ايوه ماشي، طب ما هو محمد هاني داخل بتهور، ده هو ما فيش توازن بعدها، وهو داخل يلعب الكوره فحد أيوة سبقه فبعدها خلاص. انا هقول لك حاجه، لو يعني انت لو لعيب كوره والكوره تعمل بالعرض كده هتقف ازاي؟ قول لي هتوقف نفسك ازاي في الهواء؟ مش هخش اصلا الكوره مش لاحقها، مش هخش لا فيها في الهواء، هتوقف نفسك سؤال ازاي؟ سؤال، انا بكلمك في حته جدليه في التحكيم، انت دلوقتي المدافع بيطلع الخناقه دي يا جماعه على الكوره الكوره بتطلع، المدافع بيطلعها بدماغه، دلوقتي بيطلع الكره بدماغه وقعت للعيب بيراميدز في ال 18، ومحمد هاني دوت هو المهاجم، وقعت لعيب بيراميدز في ال 18 وجابها جول، الحكم مش هيرجع يحسبها فاول؟ هيرجع يحسبها فاول على المهاجم. هو انت ليه بتقعد تحط يعني تقول أيوة لا 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 هو المعيار، ما هو المعيار واحد بيبني على حاجه مش موجوده زي جوه ال 18. طب ماشي الحق، هو ده المعيار واحد، ما كان فخر لعب الكوره، ايوه ماشي، ما هو يلعبها الكوره ايه المشكله؟ ما هو التهور بعد الكوره فاول، يعني انا ملعب الباص، طب ما النهارده طب ضربه الجزاء، ضربه الجزاء بتاع بيراميدز ضربه جزاء انهي بتاعت الشناوي؟ لا انا ما شفتش ديت، ولا شفت الجون الثاني اصلا بتاع الاهلي، ولا شفت الجون الثاني، ولا شفت ضربه الجزاء. لا احنا ممكن نقول لك شعر في الجون الثاني. انهي الجون الثاني؟ بتاع الاهلي، لو انت ما شفتوش نقعد نشوف لك لغايه نهايه الحلقه. لا انا ما شفتوش، عشان بص بقى قفشه خد الكوره كده وقام عاملها لحسام كده، قطع عليه حسام حطها كده، فحسام قام حطها على الارض كده، هو كل شريف. ما هو كل واحد بقى بيحكي بميوله يعني. هو اللي يقول الصدق يبقى ميول دلوقتي؟ لا ما انا ما بقولكش. يا بلدنا يا بلد.
هو عيد عنده مشكله ان هو بيصنف على طول. لا ما بصنفش. اه والله بصنف ليه؟ يعني انا وجهه نظري حسب لك حاجه ده اهلاوي. لا انا وجهه نظري ان الكوره ضربه جزاء. انا وجهه نظري ان الكوره ضربه جزاء. ما بقول لك هي لو المدافع هيحسبها فاول فهي الفاول معياره جوه ال 18 زي بره ال 18. ده الف به تحكيم. اتبسطت مع حسام حسن جاب جول وانت ماشي تسمع الراديو؟ اما حسام حسن جاب جول اتبسطت يعني؟ لا انا مش عارف، ما سمعتش الراديو والله. انا عرفت ان النتيجه 2-0 بس ما شفتش مين اللي جاب الجول. حسام حسن جاب جول. اه اتبسطت. لا انا عرفت بعد كده اللي هو جاب جول. بقيت مبسوط ان حسام جاب جول يعني؟ هو فرود من الفرود كويسين الصراحه، وانا كنت بتمنى يجي لنا الزمالك الفتره اللي فاتت يعني. فرود يعني فايتر بيروح على الجول كتير وقوي وعايز ثقه. بس فهو ما خدش فرصه كبيره، وانا شايف ان اتكلمت قبل كده موسيماني كان دايس عليه جدا يعني. كابتن سيد انت بتقول ان كره الشناوي مش بنالتي. لا هي فيها شك يعني، هي رؤيه الحكم هو شايف اكتر، بس هي فيها شك ان هي ممكن ما تتحسبش يعني. الكورتين دول ممكن يبقى فيهم جدل، بس الكره بتاع ضربه الجزاء فيها جدل اكتر من كره فخر يعني. كره فخر انا بالنسبه لي ما فيهاش. غلط من الاول برضه من وليد وانه يرجع والشناوي. طب وقتها اصلا ان انا ارجع في الوقت ده ارجع والكره ان انا ارجع وانا الناحيه الثانيه اصلا ايه اللي هيرجعني كده؟ بتاعت عبد الله وهاني فيها جدل ولا لا؟ لا بس ما تحسبش الاولاني. ما انا قلت لك انا وجهه نظر ما تحسبش عشان هو لعب الكوره والكوره بعد خلاص. لعب الكوره نجح اللي هو يلعب الكوره الاول. دي بقى زي بتاعه فخر، هو نجح يلعب الكوره ومحمد هاني من غير الكوره خالص. لا هو هاني نقطتي في نقطه هاني بس ان هو ايه هيمسك نفسه يعني، هو توازنه اختل. ايوه ما هو ده اسمه في التحكيم. في التحكيم اسمه تهور. انا خلاص إهمال. انت لعبت اولا اي حاجه لها بروتوكول في التحكيم. احنا مش بتوع بروتوكول. في دنا معاك. في دنا معاك. ده فيها بروتوكول بقى التهور ده، بروتوكول ضربات الجزاء ما تقعدش بس عشان في دنا معاك. في بروتوكول طبعا. طب وبعدين الحكم ده الاهلي مش راضي عنه اصلا يعني. انت هنقول الحكم مش راضي عنه ليه؟ ما هو الاهلي ده بالعكس، ده الاهلي ده بعت لاتحاد الكوره واتحاد الكوره رد وبعت له الجوابات. تحس ان اتحاد الكوره عارف قاعد هربان من حاجه. قاعدين واحد قاعد على الهوت ميل بيبعت الحاجات دي. لا يا واد هربان من حاجه تقول له كده يجري يبعت لك جاري عشان يبرق نفسه يعني. اول مره اشوفها دي يعني. الاهلي بعت قال له بعت لي الجوابات اللي انت بعتها للاتحادات رفضوا يعني. انا لو بيقول له كده وش انا مش واثق فيك. ما هو الاهلي نجح في حاجه انا وجهه نظري وانا اتكلمت فيها قبل كده، اللي هو نجح يضغط على اتحاد الكوره في الحته بتاعت افريقيا والجوابات والحاجات ديت، عشان بعد كده اي حاجه للاهلي يبقى فيها يعني في حاجه راحه جايه خلاص انا هاكد لك انا هجيب لك اعمل لك اللي انت عايزه. ودي شطاره منهم الصراحه. شطاره ايه؟ ايوه يا عم هي شطاره. كانت اتحاد الكوره اللي طلع. انا هوريك جون حسام حسن مش هنعرضه اهو على الشاشه دي اهو. شغله كده يا جماعه عشان الكابتن احمد عيد بس ما حرموش من حاجه، هخلي احساسه عالي جدا في المباراه. يلا يا عم ادي قفشه لحسام. يا سلام يا سلام يا حسام. ايه رايك؟ ده في الدقيقة كام؟ 91؟ انت تشوف بيبص على الدقيقة يعني. أيوة ماشي. ما هو جول حلو مرتدة حلو. بس مرتدة دي جت مرتين ثلاثة لو حصلت بنفس ال بنفس أيوة ال ما انا بقول لك لو اتفنشت كده. يعني في نفس ال ما ده كلام برضه الكابتن احمد عيد انه الديفنس مفتوح، انه ديفنس البيراميدز مفتوح، طريقة لعب التكييس أيوة مديها الفرصة للأهلي في هجمات مرتدة خطيرة جدا. ده حقيقة جدا. ما هو نفس الكلام. أما الزمالك لعب بيراميدز كان نفس الحكاية. والزمالك الجونين اللي جابهم واحدة بتاعت إمام عاشور وواحدة بتاعت بن شرقي اللي هو عمل باص لإمام عاشور، والجول اللي هو المرتدة بتاع عمر بنفس الفكرة دي جول. فنفس الفكر. فهم الديفنس مفتوح. وانا شايف اللي هي تغييره كويسه بتاعت ان محمود واحد طلع الصراحه الشوط الاولاني وحط كوكا في الحته ديت قفلها شويه. وحيد في الحته ديت دفاعيا صعب برضه. لا ما هو ده برضه الكابتن سامي يعني. ايوه انا بقول لك شايف الملعب كويس. بقول لك تغييره كويسه. طب هرجع تاني لفكره الخطابات، انه اتحاد الكوره اصبح دلوقتي مطالب يبرق نفسه طول الوقت. الناس مش واثقه فيه مش بس الاهلي يعني. صدامات مع الاسماعيلي مع المحل الاسماعيلي بيقول لك انا سايب من الكاس. اسماعيلي برضو يعني انا شايف كل واحد بيدافع عن وجهه نظره وحقه ان هم حقهم ويعملوا اللي هم عايزينه.
ما هو اشمعنى دلوقتي اما انت بتبص لي ليه؟ اشمعنى اما الاهلي يطلع بيان يبقى حقه؟ اي نادي تاني يطلع بيان يشوف اي نادي بيقدر يدافع يا كابتن عن حقه كابتن يدافع. بص اي نادي من حقه يطلع بيان يقول فيه وجهه نظر. صح متفقين؟ صح متفقين يا كابتن سيد؟ ليه؟ لانه دي في الاخر رؤى. صح كده؟ زي غزل المحله طلع بيان بس ايه في حاجات بنعترض على اللي هو ايه؟ ما تحطش الفاظ في البيان سيئه. ايوه ماشي دي بتاعت غزل المحله. اه يعني بالعكس انا مع البيان قلت كده للسيد علي العباس انا على البيان مليار في المية لانه حقك انك تمام. تطلع بيان وشاف عليك ظلم قول لكن برضو في الاخر المخاطبات دي ليها بروتوكول الاهلي بقول لك كده يعني عمر الاهلي ما ايه ده بتاع الفار زي بروتوكول الفار بس بروتوكول الفار ده جه على الاهلي مش لصالح الاهلي ده بروتوكول الفار ده افيه طلع من الكره اللي اتلغت بتاعت محمود وحيد ايوه طب ما هي في ماتش البنك الاهلي ما هي الهدف مش صحيح يا نهار اسود برضه هترجعنا تاني اكمل بس اكمل موضوع البيانات كمل اعمل ان انت بتسمعه وكمل كمل كمل انت كمل انت انا مش عايزك ده ان همشي على حاجه مش صحيحه عشان هي عشان مش ما هو هدف مش صحيح جد والله العظيم بتكلم جد هو هدف مش صحيح انت بتهزر بتكلم والله العظيم هدف مش صحيح ازاي زي الناس الكره بتطب والراجل لعبها وهي في الهواء هي بقى اللي بتكلم ازاي بتكلم زي الناس والله طب في ماتش الاهلي والزمالك اتعملت فين في ماتش مع الحكم الاسباني لا والله والله ده فين ديت اتعملت والله في ماتش الاهلي والزمالك كان ماتش ايه يا جماعه فكروني في جون ايه في جون الزمالك طب يا جماعه هاتوها لي عشان اسكته بقى ايوه ما لو حصل قلت لي احنا كنا انا كنت عامل الاثنين لحظه واحده هيبقى جول مش صحيح برضو يبقى الزمالك خسر الماتش ده بقى. ايوه انا بقول لك يبقى جول مش صحيح الاهلي يستحق الثلاث نقاط على وجهه نظر هو على وجهه نظر ضربه الجزاء الزمالك يستحق الثلاث نقاط يا استاذ احمد لو سمحت انا بتكلم على الكوره اللي هي كانت ما وقفتش وسبتت وهو بيلعب الفاول الزمالك جاله فاول قدام ال 18 في الكوره دي في الجول اللي هو بتاع شيكابالا اللي رفعها لبن شرقي جاله خط فاول على 18 قبل الكره ما تقف لعب الكره تك 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 راحت جت جول بنفس الفكره ما انا ما شفتهاش والله انت شفتها دي يا سيد مش احنا عندنا اللقطه دي ما خدتش بالك منها يعني في الماتش ما خدتش بالك منها لا انا شفتها بعد الماتش كان حد منزلها يعني بس صح بس خلاص طالما رؤيه حكم خلاص الموضوع انتهى ماشي انا بتكلم في ايه احنا طلعنا بروتوكول رؤيه حكم هو لسه بيقول لك لا رؤيه حاجه ما تمسكش بقى على البنك الاهلي ما تمسكش لا ما اقصدش يعني انت وانت بتلعب خلاص كم مره كان ليكوا فاول حطيت الكره جري ولعبت قبل ما تقف بالامانه ايوه ماشي ما هو بس ما كانش فيه انا بسالك هو شاف الفار شاف اللي هي والحكم شايفك لا الحكم بيبقى في قدامك كم لا مره لا ما هو ما شافهاش الحكم ما هو بتاع الفار موجود هتقول لي هنا يا جماعه كتير ونص الدوري عشان كابتن احمد عيد ايوه انا حسيت كل الماتشات ماشي هتقول لي هنا كل الماتشات بتبقى كده عشان الكابتن احمد عيد بص يا كابتن بص ادي الفاول اهو حلو بص 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 اهي لا يا جماعه هاتوا لي بقى الاثنين مع بعض يا جماعه هات لي يا احمد وقف بعد اذنك ايوه هات لي اللي بتاعت الاثنين مع اقف وهات لي الاثنين مع بعض هات الشاشه من اول بعد اذنكم يا جماعه انا مش عايز اشوف الجون عايز اللي هي الاثنين مع بعض اللي هي بتاعه الاهلي وبتاعه الزمالك ايوه ما ديت انت انا مش شايف اصلا الكره بتتلعب انا شايف الكره بتتلعب هي مشيت باص اولاني ولا ده اول باص لا ده اول باصه ما هو اول باصه هي الكاميرا ما جابتش اول باص اصلا لا ده هي كابتن جابت مش مفتوحه لا جابت ما اللون الجزمه بص اللي عمل ايوه هات لي بقى هات لي اللون الجزمه هات لي دي ثاني من الاول يا جماعه هاتوا لي الاثنين مع بعض انا عايز الاثنين مع بعض مش عايز دي لوحديها انا عايز اللي هي الاثنين مع بعض بص 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 دي ماشية بص يا كابتن دي بتاعت الاهلي حلو بص اهو ماشي 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 ما الكره بتتحرك ودي بتاعت الزمالك اهي ماشي اقوم اشاور لك يبقى هي دي اقوم اشاور لك انا وجهه نظري دي سؤال اقوم اشاور لك اهو هتشاور لي ليه ما انا بقول لك وجهه نظري دي زي دي ده يا راجل ده مش عايز امسك ده بتاعت البنك الاهلي ايوه ما هي دي عشان تتحلل طلعنا اكسبريشن علامة قال لك بروتوكول الفار ده انت ده الراجل في ماتش سيراميكا قعد 12 دقيقه عشان يشوف ضربه جزاء ما فيهاش حاجه طب ومعاك حق بص كل اللي تقوله معاك حق ايوه ماشي ما انا بس انا بتكلم في الحق ايه الكره دي جول
دي جول ودي جول. انا مش بقول لك بتاعت الزمالك مش جول، لا انا وجهه نظري ولا دي جول ولا دي جول. يا نهار لو هو في لا جول. بس انا اقول لك على حاجه، في الكوره عامه اللعب ده بيمشي وما بيقفش. ايوه ماشي بيمشي في الوقت اللي هو ما فيهوش يا كابتن، ما موجود في اوروبا الكلام ده يا كابتن احمد، ما موجود الوقت اللي ما فيهوش ده. وقت كره البنك الاهلي كانت في كوره في نفس اليوم في الدوري الانجليزي لو تفتكر، واتحسبت جول. يعني اقصد ده موجود في الكوره. هو هدفه ايه في الكوره؟ اللي هو اسراع اللعب يعني، ده نوع. لا بس من هو مش اسراع اللعب، هي الكوره اسمها كوره ثابته ليه؟ مش كوره بتتنطط. بس هي عادي يعني، ممكن بتمشي في ماتشات كتيره جدا. ايوه ماشي، انا انت 90% من الفاولات اللي بتاع الفار رجع الحكم وشاف الطب الحكم حاجه. يعني اقصد المواقف دي بيستفيد منها الاهلي ويستفيد منها الزمالك. فلما تيجي انت بقى تدقق قوي في الفار وعايز كل حاجه الفار، يعني النهارده لما الشناوي شايف ان الكوره بتاعته مش بنالتي، حقه هو شايف ان هو ما كانش درجة تهور ان الحكم يحسبها بلد. لما راح للحكم الروماني عمل فيه ايه؟ قاعد يقول له الفار وانا مشدود بالفار، قاعد يعمل كده الشناوي لو تفتكر. صح؟ ما انا شفتهاش، وانا بقول لك ده شخط فيه صوته جاب هو كده كده الشناوي شخط في كذا حد قبل كده. لا الحكم انا بحسب الشناوي قال له ارجع قال له شفت على طول. هو بص ما انا بقول لك هو شخط قبل كده. ايه تقييمك لاحمد عيد؟ ايه تقييمك لاحمد عيد؟ طيب وغلبان، بس هو توريه له حاجه حمراء خلاص. انت اول ما شفت تيشيرت احمر فهو انا ضد ده. ليه يا عم؟ انا كنت بلعب بتيشيرت احمر عادي في حرس الحدود وفي المنتخب. لا ما كانش احمر حرس الحدود منتخب ومنتخب احمر. لا ده هو كان نبيتي غامق. لا احمر والله. لا والله احمر بس في حته سوده كده انت فاهم يعني. يعني انت شايفه اي حته احمد اللمبه الحمراء اللي بتنور هياكل الواد. هيقول لك دي مولعه عليه الصراحه. انت وانت في الاسماعيلي كنت بتحب الاهلي قوي. وانت في الاسماعيلي كنت بتموت في الاهلي الصراحه. كنت بتحب الاهلي. يا عم خليني ساكت. لا قول لا لا انا بقول لك يعني، ما انت كنت في الاسماعيلي، انت كنت بتحب الاهلي يعني وانت في الاسماعيلي؟ لا هو انا في الملعب ولا كان بكرهه. لا مش بكرهه، بس انا وانا في الملعب انا لو شغال يعني شغال في مكان. طب ما انت بتلعب الزمالك وانت في الحرس. ايوه طب ماشي، ما انت لازم تخلص للمكان اللي انت فيه. ايوه انا بقول لك ده كان نموذج في ده يعني. انت كنت بتحب الاحمر وانت في اسماعيلية يعني؟ لا بس انا دلوقتي انا بتكلم في ايه يعني. انا حتى دلوقتي مش هتلاقيني يعني، لو اتكلمنا على الاسماعيلي ونقطه حتى البيان بتاع الاسماعيلي هتلاقيني بقول لك ايه، اي حاجه مبنيه على غلط لازم تبقى ضدها يعني. ما ينفعش تعمل قرعه موجهه لكاس مصر. انا مع ده طبيعي. قال لك مش موجهه يا كابتن ساشا، يبقى كلامنا واضح. بس احنا بنخاطب جمهور. قال لك دي تصنيف ما ليس توجيه. بمعنى ايه؟ اول وثاني الدوري بتحطوا قصاد بعض. وقال لك انه الزمالك في 2010 او 2011 قبل الاهلي بدور ال 16 مش فاكر، في دور ال 16 كابتن عامر قال كده، لانه الزمالك كان بفنش الدوري بعد المركز كان خامس او سادس مش فاكر. انهي مركز خامس او سادس؟ 2010 الزمالك كان بينافس على الدوري، كان بينافس. انا مش فاكر السنه. هو ادى مثال، هو قال بعد 2009 يعني. هو فعلا كان في سنه الزمالك فنش فيها سادس او سابع. لا ده 2008 ده هو ممكن بيتكلم على كاس العالم اللي قبله بعض في 2010 3-1 في استاد القاهره. 3-1 ماتش 3-1 دوت كان الزمالك بينافس على الدوري مع الكابتن حسام حسن السنه اللي قبليها. حتى اما جه في اخر السنه فنش الدوري تاني الزمالك في السنه ديت. وهو مبدئيا في التصنيف في اي بلد في العالم التصنيف الاول دايما بيبقى مع الرابع، دي معروفه في اي. بس هي النقطه الاهم. لا ما تقوليش يو، هو ده التصنيف اللي بقى لنا 10 سنين كده على فكره. لا ما على فكره هو ما افتكسش حاجه جديده يعني السنه دي. بس عشان يبقى كلامنا واضح مع الكابتن عامر ما نبقاش احنا ظالمينه. هو انت بتشوف بياخد نفسه بالعافيه وبينفخ وشنا. انا على فكره انا اصلا مش معترض على اي حاجه مع القرعه. هي القرعه جت كده، بس انا وجهه نظري ان هي ما فيش قرعه كاس تبقى موجهه. امال الكاس معمول للناس مش موجهه يا كابتن. ما هو حاطط الزمالك في ناحيه والاهلي في ناحيه. انا قصدي كده ما هو القرعه بتتعمل كده بقى لها 10 سنين و15 سنه يعني. هو ما جددش حاجه يعني. اذا كان عندك اعتراض يبقى غلط برضه. طب يا كابتن احمد يعني كنت اعترض قبليها. اقول لك على حاجه، اما يبقى في لغط كبير عامه وفي اجواء فيها لغط ابعد عن المشاكل. لا ما هو ما يعرفش فيها مشاكل. هو كابتن اشتغل بنفس لا الطريقه. انا قصدي ما هو انت راح تشتغل. احنا الوسط الرياضي اليومين دول في بنتلك في قد ايه لغط كلنا. في قد ايه لغط كبير جدا. انت كل يوم اي خبر بينزل بتلاقي بعديه مواضيع كتيره جدا. فانت ابعد عن النقطه. ما هو ما يعرفش انها تعمل لغط. هو الراجل راح نفذ نفس القرعه اللي بقاله 12 سنه بيعملها. هو ده اللي انا اقصده عايز اقوله. هو بقاله 12 سنه هو اللي بيعمل القرعه صح؟ ده بقاله بتاع 32 سنه. كابتن عامر مش هنجدد. طيب كابتن عامر مش هنجدد. وبعدين حتى الاهلي والزمالك ما كده كده بيلعبوا في النهائي. ايوه ماشي يعني ما بيوصلوا. انا بص يا كابتن، الاهلي الزمالك نهى
موسم 2008 2009 مركز سادس. 2008 2009 فالسنه اللي بعدها الكاس اللي هي 2009 2010 لعب عشان كده في دور ال 16. يعني الفرقتين اول وتاني كانوش اهلي وزمالك. اهو جبنا بالرسمي اهو. 2009 إيه؟ 2008 2009 موسم الدوري الزمالك كان السادس. طب انت معاكوا الجدول؟ بس الاهلي كان الاول لان احنا خدنا الدوري. ما هو جاب سيف حد قرب لك. بس انا كنت موجود في خدنا الدوري 2009. بص بيقولوا لي 2008 2009 الزمالك كان السادس. ده اللي كان بيقوله الحاج عامر يعني. انه مش فكره تصنيف احنا بنحط دايما اول وتاني مش قصه الاهلي وزمالك. وانه في 8 9 8 و9 كان الزمالك سادس الدوري. 9 في 9 انا على فكره انا ده الموسم اللي انت خدته فيه الكاس. انا خدت الكاسين في ورا بعض 9 و10. ايوه ما هو ده الموسم اللي خدته فيه الكاس. مره طلعنا الاهلي من دور ال 16 ومره الاهلي طلع الزمالك وخدنا الكاس في النهائي. اللي هو كان 9 10. ما هو ده كاس 2009 2010. اللي هو بعد دوري 2008 2009 فهو بياخد اخر دوري التصنيف بيبقى كده. ده كان الزمالك السادس. كان الزمالك السادس فعشان كده ما اتحطش قصاد بعض. ده جدول الدوري بتاعها 42 نقطه. الاول مين؟ الاهلي. الاهلي 63. الثاني مين؟ الثاني الاسماعيلي. ايوه الثالث انا مش شايف. الثالث بتروجيت. الثالث بتروجيت. الرابع حرس الحدود. الخامس انبي. السادس الزمالك. هاتوا الجدول ده يا جماعه كده حطوه على الشاشه بعد اذنكم. انت فاهم الفكره يا كابتن احمد؟ ده اللي كان قصده الحاج عامر. ماشي. هو ان هو الاهلي قابل الزمالك في دور ال 16. حط لي الجدول ده على الشاشه جنبنا كده نص دقيقه. قصده الحاج عامر ايه؟ ان سنه 2010 موسم كاس مصر 2009 2010 الاهلي قابل الزمالك في دور ال 16. ليه؟ لانه ما كانش التاني ولا الاول. وضح للنادي الاسماعيلي النقطه دي. وضح للنادي الاسماعيلي النقطه. لا انا الاسماعيلي بقى اللي متضايق منه مش انه معترض. حقه. انا متضايق من حاجه تانيه ان انت بتدخل الحابل في النابل. يعني انت معترض على الرابطه خلاص ودخلت قمت مدخل. طب والاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه ليه؟ طب الاهلي على راسه ريشه. طب الزمالك ما هو جاب شيرت الزمالك. انا بتكلم يعني على يعني انت بتبوظ قضيتك حتى. يعني انت لما بتخش في كذا موضوع كذا موضوع. طب ضربه الجزاء اللي ما اعرفش ايه ما اتحسبتش عامل زيك كده. انا وجهه نظر اي نادي عنده مبررات ويطلع يقولها ينسحب يا كابتن. ايه يقول هنسحب؟ حقه. مش هو حق. هو من حقه يعترض. بس يا كابتن ما تقفرش. هو يدافع. ايوه ماشي حقه ان هو يدافع. وما انا قصدي بقى في نفس الوقت مش بقول لك على حاجه. ده الزمالك اللي كان اكبر نادي بيقفر السنين اللي فاتت السنه دي ما بيقفرش كده. طب هسالك سؤال. يعني الزمالك ما عملش بيان شبه بتاع المحله مثلا. هسالك سؤال. الاهلي طلع كام بيان على التحكيم السنه دي؟ مش كتير. بتاع 30 مثلا. اهو معايا ماشي. الاسماعيلي السنه اللي فاتت طلع بيان واحد على التحكيم. والمصري السنه دي طلع بيان على التحكيم. اتغسلوا في الاعلام من الاعلاميين. لا احنا ما انا عن نفسي ما غسلتش. لكن قلت من حق الناس تطلع البيان لكن بالفاظ قويه وعنيفه وكل حاجه. في ناس لكن رافع. في ناس حاطه نفسها. طب اسالك سؤال تاني بقى. طب اسالك سؤال قبل ما تختم. كم نادي هدد بالانسحاب خلال السنتين او هدد داخل في خناقه مع التحكيم يعني؟ لا كله. هدد بالانسحاب في الدوري عامه يعني كم نادي؟ كتير. في يوم نادي انسحب؟ لا بس الحاج عامر قال كده ما اعتقدش يعني كله كده خلاص. اوريك الكوره بتاعت الشناوي اللي انت ما شفتهاش اللي هي كانت فاول دي اللي هي بنالتي. وريها لنا كده يا جماعه كره الشناوي اللي هي البنالتي. ايه معانا حقوق. احنا جايبين لك الحقوق اللي انت بس عشان بنجيب لك الدلائل. اهي بص هو وليد سليمان رجعها له اهو. طب معلش احنا هنوصف لكم. ايوه طب عايز ايه في دي؟ ما هي ضربه جزاء. رامي ربيعه. ايوه للشناوي يعني؟ انت عايز تقول للشناوي؟ الشناوي بيقول ان هو اتشد. الشناوي بيقول ان هو اتشد بس هي برضه دي فيها شك انها ضربه جزاء من رامي ربيعه. يعني بص 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 بص. طب ما هي ضربه جزاء. ماشي. لا ما هو ضربه جزاء. بص يا انا بطل تصوير. ما هو في واحده لاسلام عيسى انا قلت ما فيهاش حاجه. اللي هو اللي رامي سند بس بايده دي ماشي. وشالها على طول دي ما فيهاش حاجه. طب يعني انا شايف التحام عادي. بارك للآلة عشان كسب بسهوله. انت قلت في الحلقه اللي فاتت توقعاتك ان الآلة هيكسب بصعوبه. أيوه. ايوه طب ماشي ما هو كسب بصعوبه. ما كانش ماتش صعب نتيجه. والله هو كان صعب فنيا. بتكلم فنيا. فنيا كان صعب. بيراميدز كان يعني ايوه ماشي. والاهلي برده كان يعني ما راحش للجون قصدي.
برضه نفس الكلام في الاول وفي الاخر. ودي سخنونا عليك، بقول لك الكابتن احمد عيد قال ان الاهلي هيكسب ضربات الجزاء. ايوه ماشي، ما انا قلت كده وانا مش عايز اسخن. لا طيب قبل ما نختم بسرعه، توقعاتك لماتش الزمالك يوم الثلاث؟ الزمالك والسيراميكا ان شاء الله الزمالك يكسب، بس الارضيه الملعب تبقى كويسه. الماتش في الاستاد. انت بتتكلم على الارضيه. ما انت ما جبتلناش حد، وبعدين هنلعب سيراميكا فلازم الارضيه تبقى كويسه. الناس ما بتردش، الناس ما بتردش. هبعت لك كاميرا، هبعت لك كاميرا على البيت. كابتن احمد عيد انا بشكرك شكرا جزيلا، ونراك يوم الثلاث ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن سعد معوض بشكرك شكرا جزيلا، ونتقابل يوم الاربعاء باذن الله. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.